يومكم سعيد، كله خير وإشراق وتفاؤل وصحة وستر، ودايما كل الأمنيات الحلوة من الستات لمشاهدي الستات على النهار. وخلي بالنا النهاردة برضو الشمس مكملة صعبة، فلو ما فيش حد عنده حاجة في وقت الذروة ياريت ما يخرجش من البيت. أكيد الجو في البيت أفضل، وخاصة مع الحياة الطبيعية بعودة الكهرباء. التاسعة بتوقيت القاهرة مباراة القمة بين الأهلي وبيراميدز. صعبة شوية إن ما تبقاش القمة الأهلي وزمالك، لكن أكيد في حماس. الجمهور المصري بدأ قبل انطلاق مباراة القمة السنة دي زي ما قلنا أهلي وبيراميدز، والأجواء حماسية جدا ومشتعلة. الأهلي مؤكد يطمع للحفاظ على لقبه اللي حققه الموسم اللي فات، وفريق بيراميدز بيمني نفسه بتحقيق أغلى وأول البطولات في تاريخه بعد المستويات المتميزة اللي بيقدمها خلال الفترة الأخيرة. اللقاء هيديره طاقم حكام أجنبي من ألمانيا. مباراة النهاردة هي المباراة الثانية بين الأهلي وبيراميدز خلال 10 أيام. لو فاكرين الماتش الأولاني كان من أيام قليلة وانتهى بفوز الأهلي 3-2 بهدف مجدي أفشة. طيب في حالة إيه حالة موقف الفريقين؟ يعني في حالة الأهلي كسب أو في حالة البيراميدز كسب. بيراميدز متصدر جدول الدوري، عنده 68 نقطة، لكنه لعب 3 ماتشات زيادة عن الأهلي. الأهلي في المركز الثاني رصيده 63 نقطة، لكن ليه 3 ماتشات مؤجلة، يعني فرصته أكبر. فماذا لو فاز الأهلي بنسبة 95%؟ هيبقى الأهلي حسم الدوري كالعادة، لأن في حالة فوز الأهلي في باقي ماتشاته المؤجلة خلاص يعني هو ضامن الدوري، وده الفريق اللي دايما بيفوز وبيحقق بطولات. الحياة كده محتاجة شوية برضو ميلو دراما، يعني مش طول الوقت مكسب مكسب بس. تمام، كل الأمنيات الحلوة. كمان بيراميدز فوز بيراميدز بقى في ماتشاته هيكون وقتها الفارق 7 نقاط لصالح الأهلي، وده فارق مش قليل وصعب جدا تعويضه. لما ماذا لو فاز بيراميدز؟ هنا بقى الدوري هيشتعل من تاني، وساعتها هيحتاج بيراميدز حاجتين. الأولى إنه يكسب كل مبارياته الخمسة اللي جاية، التانية خسارة أو تعادل الأهلي في مباراة واحدة من الـ8 مباريات المتبقيين. عشان كده إحنا النهاردة على موعد مع مباراة نارية حماسية. وكمان ما ننساش في القصة دي قصة رمضان صبحي. يمكن احنا من 6 أيام تقريبا كنا قلنا هنا في الستات ان احنا بنتمنى ان أزمة النجم رمضان صبحي تنتهي وتعدي بعد ما عاش اللاعب حالة نفسية صعبة. وفعلا بعد حوالي أقل من 3 ساعات تم رفع الإيقاف عن رمضان. نتمنى إن شاء الله يكون موجود النهاردة لأول مرة بعد فترة غياب طويلة، وإن كان لسه فيه كلام إنه ممكن ما يبقاش متواجد عشان هو لسه مش جاهز فنيا ولا بدنيا. لكن هنشوف إيه اللي هيقرره المدير الفني لبيراميدز. كل الدعم كل الحب أكيد لكل لاعبينا، ورمضان صبحي كل الحب وكل الدعم وكل الأمنيات الحلوة إن احنا نشوف مواجهة رائعة تليق بالدوري المصري، تليق بمصر وسمعة وقيمة الكرة المصرية. إن شاء الله تكون ليلة كروية مصرية رائعة، ومبروك للفائز مقدما، وهارد لك للي هيخسر الماتش. أما التعادل فبتهيألي مش في الحسابات، لكن وارد برضو أن يبقى فيه تعادل. ومن حماس الساعة 9 القادمة إن شاء الله بتوقيت القاهرة وهذه المباراة الهامة، لفكرة الحماس برضو لهذا الخبر اللي ناس كتير بتشوف إن هو خبر سعيد جدا. ليه؟ لأن أو الخبر بيقول إيه؟ بيقول إن الاتصالات بتقر قواعد تنظيمية خاصة بالمكالمات الترويجية والتجارية. كلنا بنتضايق
وكلنا بتجيلنا مكالمات من شركات تسويق لمنتجات، وخاصة الحاجات العقارية أو خدمات أو وبنبقى متضايقين جدا إن هم وصلوا لأرقامنا إزاي وإزاي المكالمة، وبنبقى متضايقين. وفي ناس بتضطر ترد الدكتور، والناس اللي هي معاملاتها مع الناس بتضطر إنها ترد. أنا الأول كنت ببقى متضايقة جدا من التصرف ده، لكن بعد كده حطيت نفسي مكان الولاد اللي بيشتغلوا كلهم حماس ونفسهم إنه يحصل ده، فبقيت أشكرهم وأتمنى لهم إن شاء الله يعني حظ سعيد. لكن أغلب الناس طبعا بتبقى متضررة، فهم دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ اللي تم الاتفاق عليه ان هيبقى فيه بمنتهى البساطه كده، لما تجيلك المكالمات دي هيبقى فيه حاجه بتنور، هتلاقي رقم غريب بيتصل، او يعني مش هيحصل ده، لكن هتلاقي حاجه بتنور لك. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اقر القواعد دي، ان هيبقى فيه شيء ما هيحصل عشان ينبهك ان هذه المكالمة ترويجية او تجارية من شركة او مكان عاوز يتعامل معاك. انت بقى لو انت محتاج المكالمة دي هترد، لو انت مش محتاج المكالمة دي ففي تنبيه ان انت دي مكالمة كذا، فانت مش هترد. فهو كده يعني خفف على الناس عبء كبير جدا جدا من القصة اللي كانت بتحصل. وعشان كده بقى الخدمة هتبقى بشكل قانوني وشرعي من غير إزعاج للناس اللي بيتم الاتصال بيهم. ولما يتم تفعيل الخدمة دي الناس هتستقبل اسم الجهة اللي بتتكلم ورقمها، وهتعرف إذا كانت دي مكالمة يرد عليها أو ما يردش عليها، يعني تسويقية وترويجية ولا مكالمة عادية. وفي نفس الوقت لو حصل بقى تجاوز وما حصلتش الالارم اللي المفروض بتدي الضوء ان دي مكالمة تجارية او تسويقية، الشخص اللي بتجيله المكالمة ان في ايديه بقى ان هو ياخد رقم ده ويبلغ عنه، وساعتها هتتاخد كل الاجراءات ضده، لان هو كده بيكون كأن اختراق او كأنه دخل عليك من غير استئذان. فهو من حقنا بقى هنا ان احنا نتخذ كل الاجراءات القانونية والتنظيمية ضد الناس اللي بيتكلموا، علشان هم ما سجلوش شركاتهم وخلفوا ما سجلوهاش في الجهاز تنظيم الاتصالات، وخلفوا القواعد التنظيمية اللي هتبتدي تتطبق ان شاء الله. دي خطوة مهمة جدا، ونشكر عليها الجهاز القومي للاتصالات. الحقيقة دلوقتي عرفنا عندنا خبر مؤلم وصعب. في فنان كان ليه ذكريات عندنا علشان مرتبط بفيلم هايل ورائع، هو خبر حزين للأسف، هو في وفاة الفنان الجميل أحمد فرحات. هو كان أشهر طفل في السينما المصرية، وتعرض لتعب مفاجئ اتنقل بعده للمستشفى، واكتشف انه عنده جلطة في المخ، وفضل في العناية المركزة في حالة غير مستقرة لمدة 3 أيام، وبعدها توفى. ألف رحمة ونور لروحه. طبعا أحمد فرحات كان معروف بأنه أشهر طفل في السينما، ويمكن ده لأنه شارك أهم نجوم السينما في أعمال مهمة، حتى لو طلع في مشهد أو مشهدين والناس كلها فاكراه، زي المشهد اللي جمعه بالنجمة هند رستم والنجم عمر الشريف في فيلم إشاعة حب، ومشاركته مع الفنان عبد الحليم حافظ في فيلم شارع الحب. ألف رحمة ونور لروحه. رجاء قراءة الفاتحة. وحنطلع فاصل، عندنا حلقة مهمة جدا جدا، هنطلع فاصل ونرجع نبتدي حلقة. طب رجوعك دلوقتي للتمثيل، او ان انت عايز ترجع للتمثيل حبا في التمثيل، ولا برضو ان انا محتاج فلوس، محتاج وجود، يعني حاجات كتير؟ سؤالك جميل يا استاذه، بس انا عايز اقول لك، انا ما كنت بمثل وانا طفل صغير في المسرح المدرسي، اتخطفت على السيما، وهم خطفوني من فيلم لفيلم، ما عرفش، عمري ما اعرف اخبط على حد. انا ممكن ارجع لو خبطت على شركات الانتاج العظيمه دي اللي عامله شغل جميل في مصر دلوقتي، بس انا يعني عزت نفسك بنفسي
واحد واخد قلادة الدولة التقديرية، مش وسام الدولة ولا بتاع ده، قلادة الدولة التقديرية. وبعدين زي ما انت قلتي الحمد لله معايا سيدة فاضلة مش ما عندهاش تطلعات طبقية، فمبسوط جدا بحياتي كده وسعيد جدا. فمش مش مش يعني حضرتك راجع حبا في التمثيل فقط؟ حبا في التمثيل فقط وفي الهواية، وعندي سعادة اشتغل بفنان. وبنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين، وزي ما شفنا في التقرير هل كوني غامضة تصبحين جذابة، جملة لفتت انتباهنا في عنوان مقال قريته وخلت أفكار وأسئلة كتير تدور في دماغي تستحق أننا نطرحها للنقاش. ليه رجالة بتشوف الست الغامضة ليها سحر خاص وبتنجذب ليها أكتر من السرسارة اللي بتتكلم عمال على بطال والصوت العالي؟ هل الانجذاب بيكون من باب الفضول ولا بيبقى تعلق حقيقي؟ وماذا لو تم فك شفرة الغموض، الانبهار بيروح ولا الحب بيستمر؟ كوني غامضة صامتة أغلب الوقت تكوني جذابة، ولا في ست بتقدر تبقى غامضة مع جوزها مدى الحياة؟ هل في ست ممكن تعمل كده؟ محتاجة ذكاء ومقدرة ومهارات خاصة جدا، هل في ولا ما فيش؟ أسئلة كتير هنطرحها النهاردة على ضيوفنا. وطبعا احنا عندنا ضيوف هم في نادي الستات، هم ناس من يعني جزء من البرنامج، زميلنا الأستاذ أحمد عبدون أهلا بيك، أتشرف. ومن الناس اللي برضو هم جزء مننا أستاذة ريهام الكاتبة ريهام نصير، وطبعا زميلنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الضبع، ومنورنا أستاذ طارق علي القويعي رجل أعمال. أهلا بحضرتك. يا أستاذ أحمد، كوني غامضة تزدادين جاذبية، يعني الغموض سر من الأسرار المهمة لجاذبية المرأة؟ طبعا ده حقيقي، يعني لازم ما اعرفش الكتالوج، يعني لما الراجل بيعرف كتالوج الست بتبقى مشكله. في فرق ما بين علاقه الراجل والست وما بين الام والابن، يعني الام والاب الطبيعي يعرفوا ولادهم باللي هم اللي جايبينهم، فعارفين الكتالوج، فدايما الام تقول لابنها ايه او الاب يقول لبنته ده اللي جايبك، انا عارف ازاي رد فعلك. انما لو الراجل عرف كتالوج الست ويبقى متوقع رد فعلها طول الوقت وضمن خلاص ردود افعالها، تبقى مشكله، تبقى ماساه، يبقى عامل انجذاب انتهت. لازم افضل طول الوقت الراجل بيبحث عن الكتالوج النهارده ايه، لا محتار، هو مش عارف رد فعلها هيبقى هو ده طبيعي. يعني احنا كبشر حتى بننام ناخد قرار، نقوم الصبح نغير قرار، بيبقى في دماغي مثلا هلبس كذا، باجي تاني يوم بغير كذا. فكوني اوصل لمرحله ان الشخصيه اللي قدامي تبقى حافظها وحافظ ردود افعالها، بالنسبه لي خلاص ما انا فهمتها، ما انا عرفت اخرها ايه، هتعمل ايه بقى؟ رد فعلها هيكون كده، هيكون نوع بقى من الملل، نوع من عدم الانجذاب، نوع من البحث عن امراه اخرى في كتالوج اخر. يعني انت مع ان الست طيب تخبي عليك اسرارها؟ تبقى غامض؟ لا، ما يعني في اسرار، يعني انا مع دايما ان كل راجل وست عندهم جزء خاص بيهم. في جزء لازم يعني اعرفه، وفي جزء يخصها هي بصحاباتها باسرارها بتوقعاتها بمشاكلها ومشاكل اللي معاها انا ما اعرفهاش، من حقها تخبيها. طب
طيب احنا لسه عندنا اسئله كتير، بس خليني اسال نفس السؤال استاذ طارق. المراه الغامضه هي الاكثر جاذبيه؟ بخصوص الغموض، المراه هذا شيء يولد معاه بطبيعتها، كل شخص يولد بطبيعته، فما صعب انك تغير طبيعته، لابد ان الرجل يتقبل المراه بشخصيتها. احنا دلوقتي مش على التقبل، احنا قبل التقبل انا غامضه اذا انا جذابه بالنسبه للرجل، ولا الراجل عايز واحده كتاب مفتوح ما يوجعش دماغه وما يتعبش دماغه؟ لا طبعا لا، لابد يكون يعني مقسم، جزء يكون في غموض وجزء يكون عادي، اما صعب تكون لان المراه غامضه كامله 100%، صعبه صعبه كذا يعني كامل. لا تستهوي، لا الرجل لا يستهوي المراه الغامضه من وجهه يعني نظر، صعبه غموض كامل، ما اعرف عن شخصيتها شيء صعبه شوي انا اشوفها. لا ممكن ما تعرفش ردود افعالها، هي صامته اغلب الوقت مش صرصاره، رد فعلها على كل مشكله بيبقى مختلف. والله ما يعني انا اللي اشوفه انا في المراه الغامضه انه هذه شخصيه في هي والده فيها شخصيات هذه، فاني انا اتقبلها او اني انا اعرف عن شخصيتها هذا شيء راجع لها هي، فهمت شلون علي؟ يعني انا بوصل لك فكره، المراه الغامضه هذه ولدت فيها شخصيتها، فانا بالنسبه لي اني انا اتقبلها ما اتقبلها حسب علاقتي معها، اذا هي زوجتي او انها هي. قبل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، إيه؟ انا قدامي شخص اعجبت بيه بس لقيته غامض، ردود فعله مختلفه، صامت اغلب الوقت، انا مش عارف الراجل بالحس الصياد اللي عنده ما بيحبش الكتاب المفتوح. لا ما احبش يبقى مفتوح كده وعارف اقراها وعارف بدايتها ونهايتها. أيوة ده انا شايفه ان وجهه نظر استاذ احمد دي وجهه النظر الطبيعيه، إيه؟ اللي هو ان اغلب الرجاله ممكن يكون مخطئ، هو ممكن يكون استاذ احمد رايه مخطئ تماما بالنسبه للمراه. هو حضرتك بما انك انت الصوت النسائي اللي معانا بتعبري عن الستات فاتفضلي. لا وانا اتكلمت كمان مع كذا راجل على فكره امبارح في الموضوع ده، اتكلمت مع رجاله، نوعيه الرجاله الملتزمه اللي هو بتاع بيته واسرته ومراته اللي هو عايز حياه مستقر. ايه هي قصدك، قصد حضرتك ايه بالمراه؟ واحد بيتعرف على واحده جديده، لطيف انها تبقى لسه غامضه ونفسه يكتشفها ونفسه يبقى في مغامره انه عايز يحل اللغز دوت او يعرفها اكتر، ده لطيف. مراته بقى ام العيال، خلاص بقى اتجوز واستقر يعني بقى في استقرار وحياه، دي اصبحت مراته، الغموض ده مرفوض نهائي. انتوا كلمتوني زي ما تكون مثلا ايه بيدور على جاسوسه، هو يعني ليه الكلام الكبير ده؟ مش مطلوب منها انها تكون صامته؟ ايه الحياه وانك كديه قوي الصمته دي، ايه الكابه دي؟ لا مش سرسارة، ما يبقاش فيها سحر، السحر غموض اتراكتف بالنسبه لي. السحر ايه المشكله؟ تبقى مراتي ام ولادي وافضل طول الوقت شدين. لا 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 الكلام دوت طبعا غير مقبول نهائي في الحياه الزوجيه. الكلام ده مقبول لو لسه اتنين حبيبه بيتعرفوا على بعض. ايه المشكله نفضل حبيبه واحنا متجوزين؟ احنا هنفضل طبعا في حاجه اسمى واكبر بعد الجواز، اللي هو العيال. اولا انا في حاجه، لا لا مش العيال طبعا، العلاقه ما بين الزوج والزوجه دي اسمى حاجه في الدنيا. تمام. يعني هو ربنا خلقنا ادم وحواء. وعايزه اقول حاجه كمان يعني على جنب بقى كده، نصيحه للبنات بتوع الجيل الجاي، اوعي تلعبي على فكره انك عايزه جوزك يبقى دايما غيران عليكي، عايزه جوزك يبقى دايما مشدود لك، انك تلعبي على وتر انك تخلي عقله يروح ويودي، عشان ده كده انتوا هتتطلقوا. الراجل يوم ما يبتدي عقله ما يبقاش قاعد وفي بطنه بطيخه صيفي ناحيه مراته، ده شك ما بين الشك وما بين الجاذبيه. او في لقتي كمان بقى في ستات عايزه تلعب لعبه ان هي مش حكايه تخليه يشك، تخليه يبقى مش مطمن مش مرتاح، تبقى غامضه بالنسبه لي انا، ولا مطلوب منها نهائي تفكيري ولا هي ليه عملت كده. حضرتك اشغل تفكيرك بشغلك بوظيفتك بالترقيه بتاعتك، اشغل بواحده تانية لو اطمن ليها. يعني هتبقى غامضه ونكديه مع بعض، هم عصابه مع بعض ولا في ايه؟ لا 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 الكلام ده غير مطلوب نهائي في الحياه الزوجيه، لازم يكون مطمن ليها. هي مش مريحه خالص على الوضع ده، تبقى الغموض بعد الزواج. استاذي بعد الزواج خلاص ما في بين الزوج والزوجة غموض ولا مغامرات، يعني انتهى الكلام خلاص. لا انتهى الكلام، لازم يروا بعض، لازم يبقوا كتاب مفتوح لبعض. احنا ممكن بالبداية من الغموض هو هيدور على واحدة تانية غامضة عشان يدور على واحدة تانية، بقى ده يبقى مش كويس. يعني الست اللي ريحتك وطمنتك وبتربي لك ولادك وبيتك وحطها، لا لا ازاي غلطانة بقى؟ احنا كده احنا بنهد المجتمع على حسب طبيعة الراجل. طب نسمع استاذ محمود الضب. ما قلت لك يعني هيبقى غامضة ونكدية الاثنين مع بعض، مش هينفع.
الغموض حاجه والنكد لا 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 بص لا ما هو الموضوع ده مريح زي ما الاستاذ ارهاب هتقول رد فعل شريك حياتك خلاص انت لا 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 مش فكره رد فعل خلينا نبتدي من الاول المراه الغامضه هي الاكثر جاذبيه بالنسبه لك فتغور بجاذبيتها هتفرق ايه بجاذبيتها لما تقعد تحرق دمنا كل شويه ولا تقعد تريحليش دماغي وانا هبقى رايح الشغل وبتاع ولا هبقى افكر في غموضها وعملت ايه وما عملتش ايه ده الشرقي اصيل فهتبقى الموضوع مزعج قوي بالنسبه للرجاله فلو الغموض هيضيف لها ايه طيب ايه اللي هيضيفه لها دماغي بمحاوله اكتشافها انا عايز اسال حضرتك سؤال استاذ احمد الغموض ده هيضيف لها ايه كأنثى استاذ احمد معلش انت بتزود ولا هيضيف لها ايه اسمح لي الله يعينك تستحق جزء من تفكيري ان انا احاول ده من اجل دي هفكر فيها في شكل ده انا خلاص مش انت متزوج لا متزوجين الان بينهم اولاد مش في غموض بعد خلاص ايوه بس برضه طول الوقت في ممكن اشياء حساب لرد فعلها في ممكن اشياء خاصه فيها عامل حساب لرد فعلها طبعا بتعمل حساب لرد لو انا انما مش كده مفتوح خليني اوضح لو انا بتكلم بلسان الستات لو انا هوضح ان انا اتجوزنا اوكي يعني حياتنا في حد كبير ذوبان بيننا وبين بعض ولكن انا لو انا صرصاره بقول لك طول الوقت بقعد انت هتبقى موجوع مني جدا وخلاص لو انا بعمل رد الفعل على الكبيره والصغيره والضخمه وما تستاهلش والتافهه انت خلاص عارف اي حاجه هتعملها انا هعمل نفس رد الفعل ده فخلاص انت مش هيبقى يعني وحضرتك اتجوزت وخلفت لكن لو هي ما احتفظتش بمساحه من الصمت وحافظت بذكاء على ان رد فعلها مختلف انت لا تتوقع انت ما تعرفش تجيب اخرها ده علاقته ايه واحنا في خناقه ولا في حرب يعني ايه لازم اتوقع انا حرب الجواسيس ما تتوقعش رد فعلها والكلام ده هو طبيعي يكون عارف رد فعلها مش مراته بتخلي الناس كلها مرتاحه طول الوقت انك تنجح في شغلك طول ما انت مهتم ان انت زملائك في العمل ومديرك في الشغل ينال يعني يبقى راضي عنك في شغلك ليه؟ عشان انت بقيت عارف ان العلاقه بينكم مش كتاب مفتوح انما لو اتعاملت مع شريك الحياه ان انا عرفت ايه اللي يرضيها ده شويه ورده هيبسطوها كلمتين حلوين هيرضوها دمعتين من العيال هيرضوها كده بالنسبه لي بقت خلاص حياه ملهاش اي معنى والرجاله عارفه نستنى طول الوقت ان انا احاول افكر في رد فعل الغير متوقع وتفاجئني بردود افعال انا ما كنتش عارفها هتجيب لك جلطه كل بعد كل ما بقى في نوع مع الوضع ده هتجلط انت قصدك انها تستمر بعد الزواج غامضه مش لا مش انا داخل يا دكتور يا دكتور ردود افعالها غير متوقعه دايما انا يعني ردود افعالها غير متوقعه جاسوسه بس هتحرق البيت مثلا يعني ولا اتوقع تعمل ايه ابقى انا عارف نهايتها ايه ادخل البيت اقراها ما طبيعي بعد 20 سنه جواز عارف شخصيتها ما 20 سنه ممكن وعارف. بعد سنتين وثلاثه واربعه طبيعي انك هتبقى عارف 20 سنه يا ريهام لو هو عارف رد فعلك وعارف انت اخرتك اخرك ايه صح خلاص ما هو ممكن هيعمل الغلطه طول والغلطه وانت هو مش المفروض يغلط اساسا وانت مفترض ان السيناريو ده بيتعمل عشان الغلط ليه على كده في عالم الملائكه احنا في عالم الواقع احنا على ارض الواقع يعني هو الراجل المفروض يبقى عارف ان هي طيبه فيديها على دماغها يبقى عارف انها هتسكت فيتجوز عليها يبقى عارف انها هو انت مش مفترض ان الراجل بيعمل ده او ان هو لازم يقبل الغلط عشان خاطر يعمل الغلط يا استاذه ريهام انت مش شايفه ان في رجاله كتير احنا ما بين طبعا في رجاله بتستغل في رجاله بتستغل طيبه المرأة طبعا كل ما المراه تبقى طيبه واكثر تسامحا خلاص صح. يعني اعتاد على ده فيبقى حق مكتسب ولو اعترضت وبان لها نسخه جديده هو مش هيقبل ده يا استاذه ومين اداك ان المراه عندها سكه طيبه على طول هي عندها يعني ما فيش رجاله طيبه خالص رد الفعل كلها ما يكونش متوقع اديها سكه طيبه ده امال عندها ايه اديتيها سكه طيبه ليه عندها نفط المطلق ده نفط النكد ما تربحهم لا تربحهم نكد ممكن العكس مين اللي قال ثلاث ارباع ومين قال ان هم كلهم طيبين لا معلش لا هي ستات طيبه لا ما طيبات جابتها من الطيبه جابتها من طب السؤال بقى هو اذا جابت طيبه منين جابها من الراجل طب هي ستات مش طيبه لا اغلبهم اغلب الست لا معلش طيب لا لو سمحتوا اغلب الستات عايزه تعيش قله قليله هي اللي بتبقى شارده اللي هي عايزه تتمرد عايزه تبقى انانيه عايزه اصحابها يعني قله هي اللي بتبقى شارده كاريرها ووظيفتها اهم من بيتها وجوزها دول قل خشي على مجتمعنا احنا بنتكلم على المجتمع بتاعنا احنا
على مجتمعنا المصري هتلاقي 80% ويمكن اكتر من الستات او الزوجات عايزه تعيش، عايزه تعمل بيت وزوج واولاد وعايزه حياه هاديه مستقره. حاجه من هيك بقى في وسط المجتمع، الراجل ومراته عايشين قاريين بعض، يدخل يفهمها وهي تفهمه وعارفين اسرارهم. تقول لك انا بقرا بس كده من اول ما يدخل نظره عين. ايوه من نظره عين بفهم هو عايز ايه. ذاته فشل يا نهار ابيض، ده قمة نجاح الحياة الزوجية. احنا لما يبقوا قاريين بعض، احنا بنحب بعض، لازم طول الوقت احاول ان انا اكسبه ويتحاول طول الوقت تكسبني. لو فهمنا بعض وقرينا بعض احنا مش اخوات. لا لا هتزهق، احنا مش اصحاب. لا 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 هتزهق. لا 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 مش بتتكلم على اي اساس تتكلم انت؟ مش اتنين بيحبوا بعض، على اي اساس واحد من الزوجين يفهمون بعض غلط؟ لا بالعكس، بس مش إيه، لأن أنا يبقى كتاب ونبقى مفتوح. أزواج وأصحاب هم متزوجين. هو لما تفهم، لما تفهم أنا عايز من نظرة العيلة ولا لا تحرك وجهة نظرة العيلة كويس جدا. هتتعزي وهتتعزك، دي هتساعدك يا بالعكس. هي فاهمة أنت عايز إيه، فاهمة كل حاجة. ده كويس جدا، بالأساس الحياة بتخليني دايما أحاول إن أنا حتى لو أخطأت أحاول أداري الخطأ ده، إنما لو مجرد ما فهمنا بعض أنا مش ابنها. يعني ثواني، يعني ثواني، إحنا بنحب بعض أعظم إياها. هو حضرتك مثلا لو حضرتك كرجل فاهم كويس، يوم ما يفهموا بعض يوم ما هيتطلقوا. يا سلام، ده كلام كلام مستقر، هيتقسوا بعض يفهموا بعض. واول ما يفهموش بعض الكتاب مفتوح، هيمسكوا في بعض. شايف يوم يفهموا بعض بيطلعوا على اي اساس؟ على اي اساس؟ يا بص، اي خطا صغير من جانب الزوج او الزوجه على طول البيت هيتفشكل. يعني لازم يكون في جزء غامض يفهموا بعض. مش المفروض يبقى في جزء غامض؟ مش الغموض اللي حضرتك بتقصده رد الفعل. مش في بقى في مش اسمه غموض، في خصوصيات، في لها هي خصوصيات وله خصوصيات. بنتكلم لا لا ما هو خصوصيات الغموض هنا. لا انا هو يقول لك ان لازم يكون في غموض. الخصوصيات اللي حضرتك تسمح بيها ان هي تبقى خاصه وملكيه خاصه للمراه، حضرتك مالكش ان انت تعرفها. ايه؟ صديقاتها، طلعاتها مع صديقاتها، حياتها مع اهلها الخاصه، ذمتها الماليه. طبعا ما له علاقه. طيب المال هذا اساسا مال احنا مثلا، عفوا بالكلمه، يعني احنا نزود لها ما تزود لنا هي. طيب حصل صح كلامك، حق احنا نزود لها ما تزود لنا. ماضيها اي حاجه حصلت احنا ما اتكلم حنا الان الماضي ما في انسان. انا مش مع الراي ده تماما. انا شايف النهارده ان انتوا كل ارائكم بقت، انتوا كلكم بقيتوا اجانب ولا ايه؟ في ايه؟ انا حاسه انا قاعده مع امريكان. هو كل معلش بس من فضلك، انا سمعت حضرتك صح. لا ماضي الزوجه مش ملكها، يعني لازم تعترف له بكل ما فيه. لازم تبقى واضحه معاه وقاريه. ارجوكم يعني ارجوكم ادوني له كل حاجه، ادوني فرصه. طب اتفضلي. من ستره مسلمه ستره الله يوم القيامه، ربنا يسترنا جميعا. ولازم تبقى في فضايح الماضي ده. يعني يا فندم عبر عن رايك. اتفضلي يا فندم. معلش خليني بس واقعيين شويه. مش كل واحده لما بتيجي تتجوز واحد بتبقى شايفه هي هتتجوز واحد شخصيته عامله ازاي؟ لو هي واحده كانت متفتحه قوي قبل الجواز وليها مغامرات تتجوز واحد يتقبل دوت، ما تروحش تتجوز واحد قفل دماغه صعيدي ما يتقبلش واحده كفايه صعيده بس. لا يا دكتوره يا دكتوره مش هينفع الكلام ده. ما تتجوزش واحد لا بس مش قفل عاد يعني، بس لا احنا مش قفل يعني اللي هو واحد مخه ما بيقبلش الغلط. لا بص الصعيده دماغ، لا دماغ الصعيده ما بتقبلش الغلط. هنا في ناس بتقبل الغلط، دماغهم بتقفل على الغلط. مفيش ما ينفعش تناقشوا. هو تشبيه احنا بنقوله يعني. حضرتك حضرتك قلت تشبيه غلط. حضرتك قلت ان هي من حقها يبقى ليها حاجات خاصه بيها هي واسرها. هي من حقها مثلا ايه؟ ما تحكيش لجوزها سر خاص باختها، ما تحكيش لجوزها ان مثلا اخوها مريض بمرض معين ومش عايز يحكي لحد. ما لا يخصها ما تحكوش لجوزها. انا ما تحكيلوش هو حاجه ما تخصهاش هي. يعني مثلا انا كل ما يخصني هحكي لجوزي، ما يخص الاخرين ما ينفعش، ما يصحش احكي لجوزي. طب انا هقول لك حاجه، ما ينفعش اقول له اخويا عنده مشكله لما معينه. لما مفتاح الكتالوج بتاعه يبقى معاكي انت، مجرد اي خطا بيرتكبه والعكس هنتناقش في الخطا دوت، هتكتشفيه، هتدمري بيتك، فهتدمره وهتنفصل. انما طول ما انت مش قادره مش عارفه رد فعله ايه. هو يعني مش عارفه رد فعله ازاي؟ جوزي ومعشاه ومش عارفه رد فعله ايه؟ ده واحد غريب عني بقى ما اعرفش رد فعله. يوم ما تتحول العلاقه ما بين اتنين ازواج الى اتنين اصدقاء، ده احلى حاجه بقى اما يبقوا ازواج واصدقاء. والذمه الماليه، وانا مش مع حضرتك برضو الذمه الماليه. لازم اروح مثلا اقول لجوزي مثلا، انا مثلا والدي توفى
رحت قلت لجوزي انا ورثي كذا كذا في حساب كذا في بنك كذا، لو جرى لي حاجه تبقى عارف ده ورث الولاد، وليا كذا وليا حته ارض كذا وليا شقه في كذا عنوانها كذا وباجرها وبجيب. لازم ياخد بس مالي حق اني اسالها هي تتكلم من نفسها. ايوه لازم اديله فكره، هو مش قاعد كده. دي حريتك الشخصيه. دي حريه شخصيه، لكن هو الزوج مالوش علاقه ان هو يطلبها. مش يا جماعه افرض حصل لي حادثه وانا مروحه مدرسه ما يبقاش عارف حاجه مراته ايه ورثي ولاده ايه. إذا هي بلغتني بأمورها المالية يا أهلا وسهلا. أنا شايف أنها المفروض تبلغ. إذا بلغت ما بلغت على سلام. إلا بقى لو هي حاسة أن زوجها راجل مش كويس طماع بتخبي. يا دكتورة لو أنا عرفت الكتالوج بتاعك يوم ما هيبقى عندك سر من الأسرار الخاصة بيكي أنت. أيوه. وجيت سألتك فيه وأنت حاولتي ما تقوليليش ده، خلاص انا هبقى عارفه انك بتكذبي. لا ما انا هقول ليه، مش هقول ليه سر حاجات الخاصه بتاعت اخوكي اللي قال لك ما تقوليش. لا ما ودخلت سالتك وقلت لك اخبار اخوكي ايه، وحسيت انك مش عايزه تقولي. حضرتك بتسال ما لا يخص مراتك اساسا. يا فندم انا اللي عايز اقوله لك، انا يوم ما احفظك واقراكي ده جميل جدا خالص بقول لك ده على ارض الواقع اللي شفته. انا يوم ما هغلط يوم ما هسهر، يعني وانا سهرت سهره مش عايز اقول لك عليها ورجعت بقول لك انا كنت في الشغل، بصيتي لي بصه كده ابتسمت ابتسامه كشفتيها لي، خلاص واحده اتنين تلاته هننفصل. ليه؟ 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 الصمت. الصمت ده سلاح من أسلحة المرأة وسلاح من أسلحة أي شخص لو هو شخص ذكي، بس ما يستخدموش عمال على بطال وما يستخدموش وهو مش فاهم هو بيستخدمه ليه. الذكي يعني الصمت الذكي. لو المرأة صامتة، هناخد بقى الآراء اللي هم مع أن المرأة تبقى كتاب مفتوح ونعرف نقراه صمت المرأة يعملك إيه؟ صمتها يعني مثلا لو زعلانه من حاجه فتلاقيها كتمت وسكتت عشان خاطر بتبين ان هي زعلانه من خلال الصمت ده، او عايزه توصل رساله من خلال الصمت ده ان هي زعلانه من موقف معين، فما هي زعلانه من ايه فتروح قاطعه وما تتكلمش تاني. لا ما هو ده في حد ذاته زي ما قلت لك كده، في الغالب الصمت ده بيبقى بيوصل رساله للزوج او الراجل ان هي زعلانه من حاجه فعايزه يجي يرضيها. كيف تتعامل مع هذا الصمت؟ يروح يرضيها. ترضيها ازاي؟ ارضيها اشوفها زعلانه ليه؟ على حسب بقى ما انت فاهم شخصيتها. نفس الموال زعلانه ليه؟ لا اصل انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. طب يعني قولي في ايه اللي مزعلك ولا ايه اللي مضايقك ولا بتاع. انت بقول لك ما تعرفش، ما فيش كتاب مفتوح اهو. ما هي لو انت قاريها وهي قاريها عكسك كام هيك بتقول. عايز اقول لحضرتك على حاجه، مش محتاج لك تسالها. لا لا لا. بص ما فيش. عارف كونك انت بتسالها ده معناه ايه؟ بتاكد كلامي. اللي دايما في كتاب. انا مش باكده بشكل مطلق. في صفحه انت بتدور عليها طول ما انت عايش معاها. لا مش تحاول ترضيها. بس مش بالطريقه. لا لو بالطريقه المتعمده. بس شايف ان الصمت ده يبقى نكد مش نجاح للعلاقه. ايوه طبعا. نكد. ايوه. طيب يا إرهام لو هي ما بتصطفيش بسرعة يعني حضرتك الصمت أحيانا بيبقى فعلا مفيد وأحيانا بيبقى سيء جدا حسب الصمت ده جاي في أي موقف. يعني أنت مثلا جوزك جاي من الشغل تعبان ما تفضليش تتتتتت جنب ودنه وتحكي له حاجات تافهة ملاش أي 30 لازمة عشان ما يتعصبش، هو أصلا جاي اللي فيه مكفيه. لكن في أوقات في مشكلة في حياتكم ما ينفعش يبقى فيه صمت، لا لازم يبقى فيه مواجهة وكلام ونفتح الحديث ونقعد نبقى احنا ازواج واصدقاء وهنتكلم ونناقش فيه المشكله دي. انا دلوقتي منتي بفكره الستات، لو انا راجل ومراتي طول الوقت بتتكلم في الفاضيه وفي غير مقبول وبتاع، ولا ست كده كمل مفيش بين البنين يا جماعه بحساب. لا مفيش بين البنين انها تتكلم وتهزر ودمها خفيف وتضحك وتقول حكاوي وذكرياتهم وساعات. هو انتوا معلش مفيش ست بين البنين، احنا ما بنتكلمش عن المراه الحكيمه. ليه يا فندم كده؟ النادره احنا بنتكلم على ارض الواقع. ارض الواقع يا راغي هو في زي خفه دم المصريات؟ ليه يا بتتكلم مع صحباتها بس ما بتتكلمش؟ لا معلش بس حضرتك بس ثواني بس، مفيش اخف من دم الست المصريه. مش مع جوزها. لا اله الا الله. مع اصحابها. لا ده حضرتك عدواني
جدا مع الستات. بص انا عايز اقول لكم حاجه، الرجاله لما بتقعد مع بعض بيقعدوا على ايه؟ على قفص التتاسل، والستات لما بيقعدوا مع بعض لا 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 حضرتك على فكره عدواني ومتحامل جدا على الست المصريه، حضرتك اكيد مش مصري. عارفها كويس. لا لا دارسها كويس. لا اله الا الله. هي معلومه خفه دم المصريات ده جايه منين؟ ايوه بالظبط منين؟ يا جماعه خفه دم المصريات دي جايه من المعلومه دي. انت شايف ده ان الست المصريه دمها خفيف جدا؟ بالعكس. لا اله الا الله. الصوت ايه من سوره بابل؟ انا بتكلم على الستات العاديه دمها خفيف طيبه. هاتيلي هاتيلي في الدراما والسينما المصريه عدد الكوميديات. بلاش لا لا كم واحده كوميديه وكم واحده؟ لا انتوا كلكم عليا. لا يا جماعه خليكم خليكم مصريين شويه. خليكم في البيت. بالعكس اعمل لك حاجه، يعني المراه المصريه وبشكل عام حتى الشعب المصري معروف عنه انه ما شاء الله عليه دمه خفيف. بتاع نكته. ايوه لا ما قلت نكته، انا اتكلم مش دمه خفيف، اتكلم انه عنوان الشعب المصري معروف انه شعب يعني الشعب وشعب طيب. شعب عنوان طيب. يعني هذا كلام ما شايف على اساس تتكلم انت. اسمعني اسمعني يا محمود احمد، هل الزوجه لا تتكلم يا اخي تقول افيهات؟ اه اي طبعا. اه يا فندم بينهم اولاد يا سيدي، طالما هتسعد جوزها. اسمعني محمود، بينهم عيال بينهم اولاد، فطبيعي انها تكون معاه اوبن كتاب مفتوح. ايام هيبقى في مشاكل هنتكلم في المشاكل، وايام هتبقى الحياه حلوه هنقول نقط ونهزر، وايام هنتفسح، وايام هنتكلم على العالم الافتراضي. حالتي واحد من الصعيد خلينا الشرقيه، خلينا نتكلم على عالم افتراضي. يعني احنا نوصل لدرجه ان الست تقول نكت لجوزها وتضحك بدل النكد اللي احنا على طول حكيم فيه. يا فندم يا فندم حلو عالم افتراضي. ده بالعكس عالم افتراضي. على فكره انتوا عدوانيين جدا على فكره. معلش هو في ايام هتبقى نكد وفي ايام هيبقى دمها خفيف. هي الحياه كده، ايام صعبه ونكد وقلب توش، وايام دمها خفيف وضحك وهزار. مين اللي بيخليها نكديه ومش دمها خفيف؟ طبعها. هي بطبعها دمها خفيف. لا طبعها نكديه، بطبعها طيبه وحموله ودمها خفيف وتلم ورا جوزها واولادها. لا خليك حجانيه عادي يا استاذه ريهام، خليك حجانيه. والله العظيم انتوا اللي مش حقانيين ابدا، انتوا كلكم متطرفين في افكاركم. لا خليك حجانيه، ما تديش وصف مطلق. مفيش ستات كلها انانيه وطيبه. يا فندم يا فندم ما توزعيش السكوك بشكل مطلق. انتوا مضطهديني على فكره. لا 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 حضرتك الست المصريه اكتر ست حموله. المسلسلات والافلام يعني زمان. طب ممكن اتاثر على ارض الواقع النهارده الست من كتر تحمل. تحب اجيب لك انهي حضرتك تحب تعرف انهي ليفل في المجتمع؟ اجيبه لك واحده واحده كلهم قد ايه حمولين وطيبين. بخصوص الصمت يا استاذه. نكد ايه؟ نكد الست اللي هي شايله البيت وجوزها قاعد على القهوه مضغوطه وراجعه شغاله. اديك قلتيها. ما هي الست اديك قلتيها عشان هو قاعد على القهوه ما بيشتغلش. شفتي اللهجه اتغيرت ازاي؟ هي دي بقت اللهجه الست المصريه، انها بقت ست والراجل في وقت واحد، الراجل قاعد على القهوه اللي شغاله. هو الراجل راح فين حضرتك؟ لما الراجل بقى قاعد على القهوه ما بيعملش حاجه. دي الزوجه المصريه. انت ليش بتحامل؟ ده الزوجه المصريه. الزوجه المصريه اللي بقت ست وراجل عشان الراجل قاعد على القهوه مش عايز يشتغل. ايه اللي خلاها خلاص لما يبقى ينزل يشتغل ويشوف امور بيت عليها ليه؟ انا بشتغل يبقى دمها خفيف. ليش بتحامل انت على المصري؟ لا ودي في حته ثانيه كده اهو. يا استاذ ريهام لو سمحت، لو سمحت يا استاذ، والله العظيم حرام عليكم. انت ليش بتحامل على المراه المصريه؟ لا هي المراه المصريه ما هي امي واختي وبنتي مراه. طب ليش بتحامل عليها؟ الفكره انها دمها خفيف مره زياده. لا دي انها في البيت. امال مين دمها خفيف؟ مع صحباتها يعني الضحك والفرفشه ما بيكون بيحصل. وعلى فكره برضه بيقولوا على الرجاله كده. على فكره طبعا طبعا ودي بيقولوا على الرجاله كده ان انت عارفه ليه؟ عشان يهدي بعض اصحابك، لان مفيش غموض اللي المدام سوري بتتكلم عنه. بقى كتاب مفتوح داخل قاري يا استاذ احمد. معلش انت قاري لو يا بوزها ليه وهي داخله عارفه انه مكفهمني ليه؟ يا زيد يا ريتك لو يا بوزها هو فاهم يبقى يرضيها. ما فيش بقى حلاوه اكتر. ايش حلاوه الامور؟ اللي مزعلها تتكلم ده وايه اللي مضايقها؟ اخد بيها اخد بيها عزيمه على العشاء بره عشان اكتشف ايه اللي مزعلها. انت تتكلم عليه على اساس تتكلم انت غموض. خليه بس يجيب ربع غموض هو مروح بس الدنيا كويسه. يا عطنا مجال يا استاذ احمد. الغموض بيثير الحياه الزوجيه. ايش اي غموض الله يسامحك؟ متجوز لا 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 يا ترى عامل زي الملح والبهارات بالظبط. لا يا استاذ سيد لا كلامنا احلى حاجه في الدنيا الدلال المراه. اما تبقى مبسوطه وتزعل
ويقول لها مالك انا عارف انك ايوه بتحبي شويه هو مراتي تقراني تعرفني وتحفظني ولا انا اقراها واحفظها شفت احنا مش اصحاب يا اخي انا قريتك بالمره قال بتهيالك قريتك بتهيالك لا انا قريتك الشخص ما بيبقاش عارف نفسه انا نفسي معلش انا مستغرب بخصوص الصمت اكثر من نفسك بخصوص الصمت بخصوص الصمت المراه لابد يكون عندها يعني خصوصيه معينه غموض شويه يحيط بيها مش غموض احنا قلنا بس غموض كامل بس انت غرب غموض يا ساتر يا رب عايزين في ايه يا فندم هو لو قريها هتزود البيت نكد لا 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 والله ابدا نوع من الاثاره طول الوقت اثاره ايه بس اشتغل فيلم اكتشفت غيابي يا ساتر سير دورت يعني هو ده اللي مش يا ترى هتقتلني بالمسدس ولا بالسم لا يا ترى هو ناوي على ايه هياخدني معاه وهو مسافر ولا لا هو فعلا مسافر بره مصر بالحب والتفاهم هو بيبقى فاهم فين نفسها اي راجل يحب الست تبقى فاهماه من نظره عينه يعني من غير ما يتكلم والله انا نفسي ما بحبش الواد يبقى فاهميني ليه لا ما تقرانيش وتعرف نهايته لا تقرا عادي بالعكس سلام هتوفر عليك مجهود كبير في الكلام يا فندم يا فندم حضرتك لو فاهم اثنين يفضلوا عايشين مع بعض يسعدوا بعض حضرتك رايك في بعض بالغموض يا احمد ثواني يا محمود انا استاذ احمد قريتك وانا ما اعرفك الا بالخير الا ده انت ما فهمتني ولا لا لا شلون عاد قريتك انا اسمعني والله لو الناس مشيت بطريقه الافكار دي الناس كلها تتطلق والبيوت تحصل انا معاك انا لا اشوفه خبرتي في الحياه انه الرجل مع زوجته كتاب مفتوح ده جميل جدا كتاب مفتوح كتاب مفتوح الراجل كتاب مفتوح المفروض انا اقول المفروض كل فصول وغمضه مغلقه يا استاذ سير اتكلم المفروض انا اقول المفروض ما قلت لك ان الرجل كتاب المفروض يكون وزوجته المفروض انه الزوجه والزوج يكون كتاب مفتوح هو يبقى مفتوح على غلط الموضوع اسمعني بيطلقوا لما بيفهموا بعض ايش تطلع يعني العالم كله يعني الحين تبغى تفهمني حضرتك لا ثواني حضرتك عايز تقول ان انت كتاب مفتوح هل مثلا تروح تقول لها ان انا كسبت كذا النهارده ان انا عندي رصيد كذا في البنك طب ماله يا فندم هتجوز عليكي مثلا لا ان شاء الله لا ان شاء الله لا بس مش هنسوي لا لا بص لا ايه ده معقوله حضرتك قلت لا لا قلت لا مش هتزوج على زوجتي اللي يعني لا قلت لا ما تعرفش حسابك في البنك لا 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 زوجتي ايوه اكيد لا تعرف كل شيء عني تعرف شفتي تعرف كل شيء تعرف كل يعرف عنك لا طبعا تعرف شفت لا لا طبعا هو ده ليه بقى انت عايز تعرف لا هو تلاقي عارف في بنك واحد مش عارفه كل البنوك لا ما انا عارف لا مش قصدي بنوك لا لا انت في حسابات جوه مصر وبره مصر لا هي ممكن تعرف الرقم اللي هو ايه رقم من الارقام بس مش عارف فروم اي تو زد يعني ليه يا فندم هي هتسرقه ما دخل البيزنس معايا هي ايوه مش بدي بزنس بس انا اللي شغال بالبيزنس لازم في جزء خاص بيه وجزء خاص احنا اتفقنا انا وياك ان في غموض مثلا فلوس تخرج انا بوصل لك اسمس انا بوصل لك حاجه معينه في غموض غموض لكن مش حد تمام اي اتفقت معايا هو غير رايه لا ما غير رايه هو لا بيتكلم بنسبه بسيطه جدا ماشي ما انا قلت كده قلت قدر قلت غموض انت تقول يثير الحياه الزوجيه يثير الحب استاذ احمد اعطينا مجال تقول يثير المشاكل انه اذا ما في غموض في طلاق معناته الشاب العالم كله هذا كله غموض هو زوجته بالعكس الصف الكتاب المفتوح ده اللي بيفهم كلام ماشي ما لا خلك كلام هو ده لا هو الكتاب المفتوح ان انا ما تخبيش عليا حاجه أيوة. مش لازم انا اعرفها وما اخبيش عليك حاجه لازم حضرتك تعرفها بحدود يا استاذ سير بحدود لكن في ردود فعلي وفي ان انا بتكلم كتير وفي ان انا انت فاهم اولي فين واخري فين كارثة. مش مطلوب يعني لازم يبقى في ممكن ندي اكزامبل بس ممكن ندي حاجه في الست ما تبقاش طب الراجل الذكي بيبقى فاهم انا شفت كده مسلسل واحد دخل على مراته أيوة. مكشره قال لها انا فاهم انك مكشره عشان والدتي ضايقتك اولا انا مقدر جدا انك تحملتيها وما رديتيش عليها انا شايل لك الحكايه ديت ثانيا انا هعاتبها انها ما تعملش كده وتضايقك تاني ده راجل ذكي فهم هي مكشره ليه وفهم ازاي يحتوي الموقف عشان هو عارف الموقف اللي حصل طيب اسالك سؤال اسالك سؤال لو هي بقى كانت الراجل الذكي الراجل مطلوب منه يبقى ذكي ولا غبي ثواني قابلته بقى بالخناقه وموتك عامل ايه يا استاذه الراجل مطلوب منه ايه طول عمره ذكي حضرتك بتحبي ان الراجل يبقى ذكي ولا يبقى غبي لا كده اي انسان يبقى راجل ذكي اوكي يتعامل مع الراجل لو ثواني حاجه الذكاء غير الذكاء هتتعامل يبقى احنا بنحب الرجل الذكي طبيعي رجل ذكي متجوز واحده بقاله 10 15 سنه هيبقى فاهم كل حاجه فاهم بتزعل من ايه وبتفرح من ايه
بتحبه يعمل لحدود. ايه وما يعملش ايه لحدود مراته لحدود بتنام جنبه على سرير واحد بقى لها 15 لحدود. سنه واكلين شاربين قايمين مع بعض يا فندم بيقعدوا 30 سنه وبيتطلقوا بيقعدوا 30 سنه وبيخونوا بعض الجديد. احنا بنتكلم في مثاليات احنا بنتكلم على ارض الواقع بس الطلاق حته ان الاثنين يفهموا بعض عشان عايشين بقالهم 15 سنه مع بعض ده في جدود بيتطلقوا فوق ال 60 طب وده عايشين مع بعض 40 سنه ما العلاقه بالغموض ما العلاقه بالغموض جذابه عارف ايش هذا اسمعني عرفوا بعض وزهقوا من بعض وقروا وعرف اللي مزعله واللي بيضايقه واللي بيفرحه وهو عارف كذلك فبيبصوا لبعض مفيش عمق ده انا حتى لو عملت حاجه تضايق جوزي اول ما يخش من بره وانا عارفه ان انا مثلا عملت يا مثلا هقول لحضرتك مثلا انا من حوالي 15 سنه صاحبتي فكت خطوبتها كانت مقهوره قوي قوي انها كانت بتحب العريس دوت اتصلت بيا وقالت لي من فضلك كلمي خطيبي هو بيعزك وانا كنت متزوجه قبلها بكتير وعندي عيال كلميه هو بيعزك قوي وصلحي ما بيننا الخطوبه ترجع تاني فقلت لجوزي انا هكلم العريس وقال لي لا من فضلك انا هتضايق لو مرات تقول لجوزك ان انت لا لازم استاذنه قبل ما ارفع سماعه التليفون واكلم راجل غريب عني ده مش اخويا هو رفض بقى ده ثواني اكمل القصه ما امنش انت لا لا ثواني ممكن اكمل القصه ما امنش ممكن اكمل القصه فقلت له فقال لي لا من فضلك ما احبش انك تتصلي براجل غريب ده يلا كان خطيب صاحبتك والدتها تكلمه واخوها يكلمه انا ما احبش ممكن يتطاول عليكي ممكن يزعق فيكي ممكن يقول لك عيوبها باسلوب مش كويس انا مش عايز كده قلت له خلاص ونسيت الموضوع تاني يوم والده صاحبتي كلمتني قالت لي عشان خاطري انا البنت مقهوره وهو بيشوفك ان انت مع علاقتك بجوزك واولادك ان انت نموذج الزوجه الصح فكلامك هيخش دماغه كلمي فاستنيت جوزي نزل في الشغل قمت طالباه وقلت له انت وهي جوزك؟ ثواني بس ثواني ممكن اكمل كلامي ممكن اكمل كلامي انا مذهول ثواني انا مش عارف خلي كمل كمل هنا كمل ان انا اتصلت بالعريس وحاولت ان انا ارجع الخطوبه تاني وان انا اقنعه يتصل باباها والشبكه ترجع والموضوع يرجع بالليل جوزي رجع من الشغل فدخل انا متنحه كده ايه الولاد عاملين ايه انا كلمته قال لي مش قلت لك قلت بس هي زعلت تفوت لكن بقى قلت له ما بقاش عملت حاجه عرفت حدوده بقى هي دي المشكله لازم ان انا اقول لجوزي على حاجه مع ان انا عارفه ان احنا هنتخانق رد فعله بس لازم اقول له خالفتي الطلاق ولا اخبي استاذنتي لي ما اقدرش اخبي عنه حاجه لما انت خالفتي قراره احنا بقى دي بقى الحاجه اللي بتضايقني بساعات لبعض الزوجات صعبان عليا البنت استاذنه لا ما لازم اكلمك رجع لك رجع الحمد لله لا يا فندم عملتي ايه عملتي اللي في دماغك واللي انت عايزاه وقلتي في الاخر ايه ايه زعله لانك قريتي انما لو فيها رد فعل اكبر لا انا بغم عليها من هو اتكلم في موضوع لو عملت استاذ هو ده البنت صعبان عليا قوي قوي ظهرتها على الشكل ممكن بنتك تتخرب يا استاذ مش بنتك تتخرب ايوه دي مصيبه ثواني ممكن اتكلم عشان عارفه اخره ايه الكتاب بالنسبه لك مفتوح طيب ممكن اكلم كلامي اتفضلي طبعا انا كنت ضغط ان انا والدتها بنفسها تكلمني وست كبيره تحايلني ان لا انا انت عملت فعل نفسي اعمل فعل خير وان انا ارجع الشبكه تاني وما كذبتيش عليه ولكن انا كان لازم اكون امينه جدا واستحاله اكذب لازم ما خبيش عنه موقف حصل في حياتي مع ان في ناس ثانيه كان وجهه نظرها الموضوع ده ما يخصش جوزك ده يخص حبيبتهم لا طالما انا بقيت طرف فيه وان انا عملت مكالمه تليفون والراجل الحقيقه ما زعقليش ولا حاجه اللي هو الخطيب دوت ما تعصبش عليا ولا حاجه لا, لا هو كان مهذب الحمد لله اتجوزت الحمد لله انت عملت خير الغموض يعني كوني غامضه مش معناه ان انت تكوني كاذبه يعني الجذابه مش الكذابه يعني انا ان انا الناس ما يعني انا كفوت احكي لا ولا ما احكيش لا تحكي تحكي طبعا تحكي طبعا وتلتزم بقرار ابدا واتاسفت انا غلطت انا عملت حاجه عكس من وجهه نظر زعل جدا جدا وفضل كده كام يوم مخاصمني وبعدين لما رجع من الشغل انا طبعا راجع محضره له وعامله له العصير عارفه حفظتي ده الكتالوج هو هيتقمص اكل حاجه عامله يعني اكل حلو انت احنا مراتك عملت عمل خير والبنت كانت فوق ال 30 ونفسها تتجوز والعريس كان اهلها حابينه وكده ما تزعلش مني وانا اسفه عشان خاطري خلاص قال لي انت مش بس احمد عارف المشكله انت اسمعنا زي الراجل والست برضو لو طب اسمع استاذ طارق ما تعطي على فكره في مجال انت ما تعطي مجال اتفضل الواحد اللي يتكلم لا اتفضل وانا ما اعطيك مجالك انا اتفضل انت قبل شوي تكلمت في موضوع انه بعد 30 سنه ينفصل سببه الغموض لا سببه ان هو بقى في ملل في العلاقه مش ملل
ملل. ما في بالاساس حب او كراهيه متراكمه ما في اساس بالحب اسمعني في حب لا لا ما في حب تحولت عراقي الحب اسم لا لا الحب لا لا ما حدش بيطلع عشان الحب هم كده كده لما بيعجزوا بيتحولوا لاخوات كده كده طبيعي وبيحبوا بعض استاذ محمود استاذ ريان استاذ احمد نسمع يكمل اتفضل يا فندم اسمع تقول انت ما في حب بعد 30 سنه انفصلوا احنا نقول انفصلوا احلى من كلمه تطلعوا اوكي ليه احلى يعني القى شوي الطلاق يعني هو طلاق بواقع انفصل انفصل عن الحب انفصل عن البعض استاذ احمد ماشي خلاص ما تدخلتش في الموقف ايه ماشي السبب الرئيسي في هذا الموضوع انه ما في حب حقيقي بالاساس صح ما في لانه الحب الحقيقي اللي يفصل بين الرجل والمراه الموت صح والله كلام حضرتك صح يعني اذا رجل يحب زوجته وزوجته تحب رجلها نهايتهم واحد يدفن الثاني ليه هذا الحب الحقيقي ممكن يتجوز عليها لو بيحبها مش هيتجوز عليها يا فندم معلش يا استاذ ممكن يتجوز عليها هو مين ده يتجوز عليها برضه مش حب انا اقول لك الحب اللي هو الاخلاص الدائم يعني ممكن يتجوز عليها وهو بيحبها استحاله استحاله ممكن يكون بتنكد عليها ولا يستحمل زعلها ولا يستحمل قهرتها ابدا طب انا عايز اقول لك حاجه هتبسطك جدا يا استاذ محمود قولي في نصيحه بتقول للستات ما تقوليش اسرارك الا لجوزك لان هو هيسمعك وهو بيهز دماغه مش سامع حاجه خالص لا 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 دي حاجات بيركز طبعا لا لا مش للدرجه دي لا بس زي ما كانت الستات في البدايه لازم الست تتحين الفرصه المناسبه اللي تتكلم فيها وايه اللي يتقال دلوقتي ما تبقاش هو جاي مضغوط وقرفان من بره ولو كلامك ما تقولوش يعني ابن الكسر القلب ضد الاسرار تتقال اساسا أنا ضد الأسرار تتقال ما بين الزوج والزوج بس أي نوع من الأسرار يعني هو يخبي أسراره عنها وهي تخبي أسرارها عنه يا معنى أنا ده رأيي أنا بشوف دايما إن بس كل الأسرار ولما يكتشف بعدها اللي من الزوجة اللي هي في وقت تسخن فيه فتقولها له أو هو طيب. يقول لها عن نظام اعترافات بقى زوجية ما قالتش زي ما حضرتك يقول لها دكتور في وقت الخلاف طيب ما قالتش بقى واكتشف بعدها إيه منظرها خلاص ده واكتشف لا لا ربنا بيكشف الدنيا بتلف تلف في حاجات لازم تحتفظ بيها لنفسك ايه الحاجات اللي تحتفظ بيها لنفسك حضرتك ثواني يا ريهام يا استاذ احمد ما هو ده ممكن حد يعتبره خداع ان انا خدعتك او انت خدعتني في حاجه اسمها سر سر يعني انا الشخص اللي معايا ده انا مش ضامن ان هيعيش معايا العمر كله مش ضامن ان هو مش هيلوي عليا يا جماعه كلام حضرتك اللي بيوجع ده اي اتنين بيتجوزوا ايه حدود السر هقول لك انا اي اتنين مقدمين على الزواج بنصحهم اقول لها ما تسخنيش معايا في الكلام وكل خلافاتك الاسريه بتاعت اهلك تروحوا تقوليها صح انا مع حضرتك كذلك صح بيجي واحد يتجوز اقول له خلي بالك اوعى كل ما ماضيك او ماضي عيلتك او كل ما يخصك انت تسخن في الكلام في وقت الحب وهي معاك كده تروح قايله لها لان هيجي في يوم من الايام ده هيبقى ضدك وده هيبقى ضدك النهارده بنعيش في 2024 ازواج والزوجات للاسف يا دكتور بيسجلوا لبعض الناس النهارده دي الموبايلات لا لا انا في وسط المجتمع انا بص يا دكتور ما فيش ست اصلا تؤمن على سر بس أيوة لا هي ست نهائي تؤمن على سر هي ست ما بتحب النهارده هي اسرار ست ما تؤمنش على سر هو بيتكلم على شر بتتكلم على مجموعه اشرار انت بتتكلم على فئه طبعا هو بيتكلم على ناس قليله جدا جدا نسبه جديده نسبه غير ملحوظه لكن دلوقتي حضرتك قلت ان هي ما تؤتمنش على سر طب ما هي لو غامضه مش هتقول سرك لا مين قال لو هي غامضه مش هتقول لو هي غامضه لا قليله الكلام ما بتحكيش هو حرج واحده هو قال سر اهلك مش سرك سرك تقوله لا ولا سر اي سر انت ما ينفعش سرك امال سرك تامن الدنيا على سرك تقول لنفسك تامن نفسك يا زيد هو نفسك تعبت اذا كنت انت بينك وبين نفسك مش قادر تخبي سرك هي هتحتفظ بيه يعني هي هتقول لصاحبتها هتقول لامها هتقول لاختها هتقول لاختها ما انت ما تاخدش امين على سرك لا معلش حضرتك في اسرار شخصية لو سمحتوا حافظوا بيها على نفسكم لان انت في يوم من الايام بعد 10 سنين بعد 20 سنه هتلف الايام وتقول له انت اللي قلت لي كذا انت اللي كان في كذا مش اصيله ولا بتاع اهو مفيش ست بتحتفظ بالسر اكتر من 24 ساعه احييك ولا راجل هو بيقول لك بعد 10 سنين الست الاصيله حضرتك بتتكلم ليه على فئه الشر طب حضرتك انت بتجمع الكل ما تجمعش من فضلك حضرتك بتتكلم عن فئه شر ما تجمعهاش بكل المجتمع عندنا الاشرار في بقى شويه في شويه في اربعه في البلد كده ماضيكي ماضي اسرتك حاجات خاصه يا فندم حضرتك فرق ما بين اسرار ناس تانية او مش بيصحش تحكيها لمراتك لانها ما تخصكش اسرارك انت الشخصيه لازم تحكيها لشريك حياتك لو هي ست اصيله
الجواز عمليات التجميل اللي معموله قبل الجواز ليه مش سايبه خياطه وهيشوفها؟ لا في حاجات بتقشر ما يبقى الراجل ما يفهمهاش، فبرضه ما فيش داعي تبقي كتاب مفتوح له، لان في يوم من الايام هيتم مواجهتك بده انت اللي قلتي. طب وماله ما تقول يا فندم؟ لا يا فندم عايزين نعمر البيوت مش عايزين نخربها. هو لو راجل اصيل هيعايرها بحاجه يعني؟ الاستاذ ريهام سليمة، الاستاذ الراجل الاصيل عمره ما يعاير مراته بحاجه. الاستاذ سهاب انا بتفق معاك. طب احنا مش بنتكلم عن الاصيل، نسمع استاذ طارق وبعدين انا بسالك سؤال. انت تسالي الاسئله انا بسال سؤالين. لا ما تسالوش، بسال خلينا نفوت. لا بسال سؤال ابغى يجاوبني عليه. لا بسال سؤال يجاوبني عليه. بسال سؤال يعني الان من كلامك انه النسبه الكبيره في الغموض هذا موجوده بالنساء افضل من نكون عاديه في كتاب مفتوح. الغموض ما بين الرجل والمرأة مطلوب عشان الحياة تستمر. خلي كل واحد بحياته خاصة بيه عشان العلاقة تستمر، وحتة بقى ان احنا نبقى قارين بعض وواخدين على بعض وقاعدين مع بعض قدام التلفزيون وقاعدين بنحل في مشاكل العيال واحنا قاعدين مع بعض. ده ما بيحصلش. ما تقعدوش مع بعض. وده ما كان في غموض. وده ما كان في غموض. الحياة النهاردة اذا ما كان في غموض واحد يقعد في نيكاراجوا وواحد يقعد في المكسيك عشان تحلوا مشاكل العيال. معقولة هنقعد مع بعض يا نهار ابيض؟ أسرارك الخاصة وأسرارك. خلينا اسأل الأستاذة ريهام بعد إذنكم. في دراسة يا أستاذ ريهام باعتبار حاجة ضد الغموض، وانت المرأة اللي معانا النهاردة بتقول الست الصامتة الغامضة أكثر ذكاء وقوة. طبعا. تتفي ولا تختلف؟ لا إمتى تبقى صامتة؟ يعني عمالة على بطال؟ لا دي سخيفة جدا. اللي هو اللي لكن الست اللي بتعرف إمتى تتكلم وإمتى تسكت. أيوة هي دي المطلوبة. ما بتقولش كلام كتير وبتقول الكلام في مكانه. ست كده وقوره، فهي دي وقوره. دي ليه هو هيتجوز نظره ولا ايه؟ ليه وقوره؟ انا اتفق مع الدراسه. انا معاكي الست النخشه اللي دمها خفيف والظريفه. يا فندم هي دول الدراسه. علقي على الدراسه اللي قلبها طيب، اللي تستقبل جوزها كده بضحكه حلوه وحله ملوخيه معاها فرخه محمره. ده مش موجود. كلمي على الدراسه. تقدر معاه وتتكلم معاه. مش تبقى حكم دار في البيت كده. دي احلى ست في الدنيا. سيبكم الدراسات دي حطيها على جنب. لا الدراسه دي انا معاها. لا الدراسه دي انا بايدها. انا بايدها. طب الدراسه الدراسه مش دايما الواقع. الست الغامضه مش اكثر قوه واكثر ذكاء؟ لا طبعا. كده انها تحتفظ بالغموض والذكاء تبقى اكثر. هو يخش ايه لابسه نظاره سودا ومتخفيه بقى كده وكوفيه وكاسكته وماشيه في البيت عامله كده الست الغامضه؟ لا انت بتحوليها لمظهر هزلي. لا الدراسات ترى مش دايما بتكون حقيقيه. لا هي بتاخده من شريحه من المجتمع. لا شريحه. طب انا هستاذنكم في حاجه. طب ما نعمم الموضوع ده حتى في المجتمع. الست الواضحه ان اي حد يقراها بلاش بس ما بين راجل والست، ولا الست الغامضه يعني حتى في المجتمع واحنا قاعدين مع بعض تبقى الست الغامضه اللي هي الموزونه العقل اللي تعرف امتى تتكلم يبقى كلامها قليل. الست الواضحه دي اكثر ذكاء اللي تعرف. والراجل الذكي هيبقى فاهم دي ايه ودي ايه ودي ايه عن البيت ومشاكلها وحياتها. ايوه اصل هو ما اسهل تبقى اقل ذكاء ولكن ما اصعب الصمت. اكثر ذكاء. دول عكس بعض. ما فيش بين البنين. احنا لا عايزين صمت دمه زي السم والقبه ولا عايزين صرصره وهبله. ما فيش ست لطيفه كده ودوده دمها خفيف. لطيفه ودوده بس صامته اغلب الوقت ما بتتكلمش. انت مش عارفه يعني حتى لو عندك واحده صاحبتك على مستوى الاصدقاء ست كده كمل وما بتتكلمش كتير ما انتش فاهمه لها اول من ايه. بتوزع ابتسامات. بتوزع ابتسامات مسمينها كده. مش حاجه كويسه. لا حاجه مش كويسه. لازم تبقى قاريه الكتاب. هو حضرتك لو عندك صاحبتك تحبي تبقى صاحبتك دي شخصيه غامضه ما انتيش فاهماها ولا تبقى صاحبتك ديت بالنسبه لك انت فاهماها وفاهمه شخصيتها. الست الذكيه اللي تبقى زي ما مدام سلمى بتقول تفضل قاعده بتسمع الناس كلها وتوزع ابتسامات. أيوة. تطلع من القعده لا انت عارفه رايها دي ولا ايه ولا انت عارفه موقف المواقف اللي قالته ولا هي معه ولا ضد القعده. وصاحبها ليه اساسا؟ ما انا مش فاهمه اي حاجه عنها. زي السكر دي ضغور مش عايزه اعرفها اساسا. الناس كلها بتحبها. خلينا نقول محدش بيحبها. لا 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 الناس كلها عمل معاه حذر. بالعكس اتقل الدم ده. استاذ محمود استاذ ريهام استاذ طارق استاذ احمد احنا بنشكركم جدا. وفكره بقى الاسرار هنعمل جلسه نسائيه نتكلم فيها ايه الاسرار اللي تقولها وايه الاسرار اللي ما تقولهاش. نسمع بقى من وجهه نساء تانيين باعتبار استاذه ريهام هي كانت بس ممثله المراه. فاحنا نشوف اربع نساء من وجهه نظرهم فكره الاسرار والغموض وتقول ايه وما تقولش ايه وتبقى كتاب مفتوح ولا ما تبقاش كتاب مفتوح من وجهه نظر النساء. وبنشكركم جدا جدا اسعدتونا ونورتونا. ولسه حلقتنا مكمله نشوفكم بعد الفاصل. التالي الفنانة لقاء سويدان في ضيافة الستات.
هي فين؟ فين اللي تندب في عينها كريمة؟ عايزة ايه فوزية؟ فوزية؟ حاسك ده؟ اسمي ستك فوزية يا بت، ولما تتحدثي معاي عينك تبقى في الأرض. فراشة على المسرح وصاحبة طلة مميزة على الشاشات تتقمص الشخصية فتذوب الفوارق بين الحقيقة والتمثيل فتدخل قلوب محبيها دون مجهود. إنها الفنانة لقاء سويدان، أحبت الفن منذ صغرها وقدمت أول عمل لها على مسرح المدرسة لتدخل عالم التمثيل بعدها وتظهر إلى جوار الفنانة سعاد حسني وأحمد زكي في حكايات هو وهي. درست الغناء والعزف على البيانو والكونترباس في معهد الكونسرفاتوار، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية وبعدها أكملت دراستها العليا في الموسيقى، وشاركت في العشرات من الأعمال الفنية الناجحة من أبرزها رأفت الهجان وأوبرا عايدة والعطار والسبع بنات وامرأة من الصعيد الجواني وخلف الله. وفي 2024 شهدت انتعاشة فنية كبيرة وشاركت في عدد من المسلسلات وهي نور والكوكب السعيد ونحيها لنحيا وقلع الحجر وعزيز مصر وطبيبة شرعية تل الراهب والوصفة السحرية. لتبقى لقاء سويدان واحدة من النجمات المتفردات بالأداء الإبداعي الذي جعل جمهورها على ثقة دائمة بتميز ما تقدمه. في التقرير معانا فنانة من طراز خاص، بنجد تحية لحضراتكم وبنجدد تحية ليها. ضيفتنا النهاردة بتجمع بين الجمال الخارجي والجوهر، مرت بتجارب كتير في حياتها الفنية والإنسانية، أكيد كتير منها ممكن يكون قاسي كتير منها حلو، لكن أكيد هي قدرت تطلع منهم أقوى. من المفارقات اللي ما نعرفهاش إنها في مسلسل جديد ليها، الوصفة السحرية، إنها شخصية بتشبهها كتير في تفاصيلها الحياتية، وعشان كده هنبتدي معاها بالمزج بين الفن والحياة. لقاء سويدان، أسعدتينا ونورتينا. مرسي مرسي يا سهير، ازيك؟ قبل ما أقولك على الحياة السرية ولا الوصفة السحرية، الوصفة السحرية، عايزة أقولك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إيه بقى اللي حصل؟ شفنا لك صورة ومستشفى وقصة. الموعد السنوي للعملية. أنا يعني بقالي كل سنة؟ بقالي 4 سنين، كل سنة تقريبا في شهر 6، آخر 5 أو 6 بعمل عملية. ليه بقى؟ معرفش، يعني بيحصل لي حاجة، بتعب، بفتكر حاجة بسيطة، بدخل بلاقي عملية، ولما بدخل جوه بتبقى عملية كبيرة. المرة دي أنا السنة اللي فاتت عملت جراحة، شلت أورام ليفية، وبعدها بشويه فضلت تعبانه، حاسه ان انا تعبانه مش مظبوطه وطاقتي مش زي ما هي، وفي الام بقالي اكتر من 7 شهور في الام مستمره ومش عارفه الالام دي ايه. تعبت جدا وانا بقدم البرنامج بتاعي، واتنقلت بعربيه اسعاف، وبرده الناس كلها شافت بقى واسعاف وسرير وبتاع. اتشخصت طبعا برده كالعاده حاجه بسيطه، ورحت مستشفى الناس وقابلت دكاتره، اكتشفوا بقى ان انا عندي فتق جراحي بقاله فتره وعندي مشاكل كتيره بقى والامعاء طالعه بره وخرجات كده. يا خبر. عمليه 5 ساعات بس. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله جدا. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وان شاء الله ما تتكررش خالص. الرابعه تبت خلاص لو سمحتي بقى. ان شاء الله. انا اول ما يجي شهر 6 هجري ههرب. ان شاء الله يجي على خير ويعدي على خير. لقاء مسلسل الوصفه السحريه. الوصفه السحريه. في ايه من شخصيتك؟ يعني الشخصية اللي انت بتعمليها شبه شخصيتك الحقيقية؟ هي مش شبهي، هي التركيبة شبهي شوية في انها سنجل مام، ست بتربي بنتها لوحدها، اتطلقت اكتر من مرة، بنتها في سن اللي هو دخول الجامعة. هي دي الحاجات اللي هي شبهي في العموم. هي شبهي كمان في انه هانيا دي شخصية حرة، وانا بقول دايما ان في فرق بين الحريه وبين انها تبقى متحرره. هي شخصيه افكارها حره قويه، شخصيه قويه، عارفه هي عايزه ايه، شخصيه ناجحه. ده الدور مكتوب لك ولا ايه؟
انا عايز اقول لك ان انا ألذ حاجه ان كاتبينه ثلاث بنات لطاف جدا، يعني بوجه لهم كل التحيه وتحت اشراف دعاء عبد الوهاب وهاني سرحان. الستات الجامدين. كان في مشاهد كنت بقول لهم هو انتوا كنتوا معانا يعني وانتوا معايا في الحياه حاسين قوي قوي، زي مثلا الحوار بتاع دخول الجامعه مثلا واختيار الجامعه وانها لا حابه بنتها تبقى معاها، زي في موقف مثلا مواقف حياتيه بقى بينها وبين بنتها، مع الفرق طبعا ان انا يعني ردود افعال جوانا مختلفه، بس عشان البنوته في المسلسل طلع اجريسيف قوي مع مامتها، الحمد لله انا بنتي مش كده. فزي مواقف بقى ازواجها يعني انها هي مع الاكس بتوعها اللي هي ازواجها السابقين علاقتها كويسه جدا، وعلاقتها كويسه جدا بابو بنتها. وانت علاقتك كويسه بيهم كلهم؟ لا مش شرط كلهم، لا لازم تنقيني يا سوير. بس علاقتي كويسه جدا بابو بنتي. طب ابو بنتك بس عشان البنت؟ لا انا عموما ما عنديش مشاكل مع حد، يعني في الغالب انا ما ببداش مشكله مع حد، بس لما حد يبدا مشكله معايا من حقي ان انا ادافع عن نفسي. طيب اكتر مره كنت بتعرضي نفسك على ان انت تدافع عن نفسك؟ احرض نفسي كتير كتير، بس الفتره الاخيره ابتديت ابقى يعني لازم حط يعني اخر فتره ليا بقيت خلاص حط حدود ان مش من حق حد. إن انا طول الوقت كنت باجي على نفسي وباجي على نفسي في حاجات كتير قوي عموما حتى يعني، ف لقيت ان انا اقول بس ستوب للي قدامي انه ما يأذنيش، دي مش انانيه، ان انت تضعي حدود في كل علاقاتك بقى، علاقاتك باهلك ببنتك باصحابك في شغلك، المفروض ان الناس يبقى ليها ليميت وما تسمحيش لحد يأذيكي. ليه حد يأذيني؟ يعني ليه اللي قدامي يدي لنفسه الحق ان هو يأذيني وانا ما اديش لنفسي الحق ان انا ارد؟ بس انا عمري ما ببدا من الاذى ابدا. وبفضل احذر في اللي قدامي، خد بالكم ان انا خلاص قربت يعني اجيب اخر، فخلاص بقيت من دلوقتي مش عايزه احذر، انا من الاول عندي ليميتس لازم الناس تبقى. طيب خلينا في اوجه التشابه بين هانيا في المسلسل ولقاء في الحقيقه. الجواز اكتر من مره ده سوء اختيار ولا عدم توفيق ولا انت بتشوفيه ازاي؟ ده نصيب، مهما كنت ذكيه ومهما كنت عندك افكار مختلفه ومهما كنت شخصيه كويسه ممكن يحصل الشخص يحصل حاجه بينكم، نصيب نصيب واختيار. انا مين يعني في الاول انت بتختاري بناء على المعطيات اللي عندك، وانا دايما بختار بحب، يعني دايما انا دايما بحب، فلما بحب ما بشوفش حاجات معينه، او كان بيبقى عندي فكره غلط يمكن دي غلط فيا ان انا اقول ايه انا في واحد واثنين مش عاجبني بس ممكن يتغيروا مع مع الايام، ما حدش بيغير حد. يعني انت لما بتحبي عقلك بيبقى في الفريزر متجمد خلاص موجود، اتلغى العقل وبمشي ورا قلبي. كنت. طب احنا نعرف اتنين، بابا البنوته الجميله جمانة والفنان حسين فهمي، ايه مين اللي ما نعرفوش؟ مش هقول لك. مش يعني مش لازم اقول. لا كم مره؟ طيب مش لازم برضه مش لازم اقول. خلاص طبعا بحريتك الشخصيه، بس كان في مشروع خطوبه. ايوه كلكم شفتوه. ايوه يعني دي كانت معلنه ومعروفه وقعدت اكتر سنتين تقريبا خطوبه. الا يعني حوالي سنه ونص. ليه ما اكتملتش؟ طب الخطوبه دي معلنه على الاقل احنا عارفينها، هو اتنين جوازات وواحده خطوبه. ليه؟ لان الطباع مختلفه، ولاني ما هو لو الانسان ما اتعلمش من اخطائه هيفضل يغلط لحد ما يتعلم. انا بعد فتره حسيت انه لا في حاجات انا مش قادره اتقبلها، وكان برضو نصايح الاخرين لا اصل استحملي لما بعد الجواز، قلت لهم ما فيش حاجه اسمها بعد الجواز، في حاجات نو واي انها هتتغير بعد الجواز، بالعكس ممكن الضغوط تبقى اكتر. ده مش معناه ان الشخص الاخر وحش او انا وحشه، بس احنا الاثنين مع بعض مش هنكمل بعض بالظبط. في وفي ناس ممكن تقبل اللي انا ما قبلتوش وتبقى حباه بالعكس، عشان كده دايما بقول الناس لما تبقى صريحه في فتره الخطوبه هتقدر تبقى حياتها بعد كده صريحه اكتر، لان انا عارفه انك فيكي واحد اتنين تلاته عيوب وانت عارفه فيا عيوبي دي، يا متقبلاها من الاول يا مش متقبلاها، فلو انت خبيتي عني حاجه وانا خبيت عنك حاجه بيجي بعد كده اكيد هتحصل مشكله. وانا مش من الناس اللي افضل
يعني انا حموله بس ليه افضل طول الوقت متضايقه ومتنكده؟ ليه؟ انا بعيش حياتي مره واحده، انساني جدا، وحياتي انا، يعني ممكن غيري شايف انه لا، ما دام الشخص ده غني جدا يبقى انت اكيد هتبقي مبسوطه. هو دي مقاييسه هو، مش مقاييسي انا. انت ما بتدوريش على الفلوس؟ لا، بدور ان انا ابقى مرتاحه ومبسوطه. طيب بتخافي من الحسد عشان كده ما بتقوليش؟ ما كنتش بخاف منه، بقيت يعني لا، بقى يأثر فيا جدا. وبقيت اخيرا اعترف، انا كنت الاول مش عايزه اعترف ان الحسد اقوى من الاعمال، وده على فكره كلام شيوخ مش كلامي. اثر فيكي بايه وصلت لقناعه ان الحسد اقوى من السحر؟ اثر فيا في حاجات كتير قوي. انا لو قلت لحد مثلا او 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 نشرت سي مثلا ان انا دروس دين او وات ايفر، بعدها على طول ببقى فجاه تجيني قفله من القصه دي، واقعد اقاوم في نفسي، اتكلم عن حاجه، اول ما اتكلم عن حاجه عن حد لازم تبوظ. حتى الجوازات بتبوظ من الحسد؟ كل حاجه، على الصحه بتبوظ من الحسد. انا اتقلي في وشي قبل ما ادخل اعمل عمليه من كذا حد، انا طول ما انا ماشي عادي وبتاع بقول خلاص انا خلاص الشهر ده يعني اقل من اسبوعين هكمل 50 سنه، فحد قال لي ايه ده مش باين عليكي وجسمك رياضي وشكلك كذا، كحولت عادي جدا ودخلت عملت عمليه بتسند. يعني انا قعدت اول اسبوعين بتسند عشان اعرف اقوم، بس يعني اتعدل، مش ادخل الحمام، اتعدل. ايه الجرأة ان انت تعلني سنك؟ كلنا 21 سنه، ايه 50 سنه؟ ايه عشان انا عشتهم الحمد لله وبحلوهم بالوحش بتاعهم. وبعدين انا مش هينفع اخبي سني، انا اصلا ما بحبش. ما تقوليهوش، ما تخبيهوش، بس ما تعلنيهوش. مش محتاجه اعلنه، الناس عدالي. انا اشتغلت والناس تعد للناس ليه؟ انا اشتغلت وانا طفله صغيره، ففي جيل كبير طالع معايا. يعني انا اما مثلا اروح سوبر ماركت ولا اروح حته الاقي ناس تقول لي احنا على فكره جيل واحد، احنا واحنا في المدرسه كنا نتفرج عليك. طب لما بتعلنيه ده قوه ولا بتعلني؟ يعني انت بتشوفي الاعلان ده نوع من الايه؟ ولا حاجه، عادي، تصالح. هو انا مش عشتهم؟ هو انا فعلا مش عندي 50 سنه؟ انا لما اكذب هل هصغر؟ طب بيفرق مع الرجاله فكره السن ولا دلوقتي بما ان منظمه الصحه العالميه اعادت النظر في فكره الاعمار وان 65 ده بدايه الشباب والكلام الجديد ده؟ يعني انا شايفه ان احلى فتره بالنسبه لي انا وبالنسبه بشوف صحباتي كتير هي سن ال40. يا ريتنا في يعني فهمنا، لما كان حد يقول لي لما توصل ل40 اقول ايه الاوفر ده؟ لا، البني ادم بقى اهدى، بقى اكتر وعي هو عايز ايه، بقى أكتر وعي إن اللي قدامي ما يعني ما يأثرش عليا بالشكل ما. أنت طول الوقت بعد سن الأربعين عايزة تبسطي نفسك، وعايزة تبقي هادية، وعايزة تبقي بأقل إمكانيات أنت ممكن تبقي سعيدة ومبسوطة. أفكارنا تبلورت بشكل مختلف، صح ولا أنا؟ طب المشاعر لا تعرف السن، ولا السن ممكن يقف عائق إن أنا ولا أحب ولا أتحب؟ لا خالص، لا، المشاعر ملهاش سن خالص، بالعكس المشاعر. أنا شايفة إن كل البني آدم ما يبقى خبراته أكتر كل ما مشاعره تبقى حقيقية أكتر. يعني وإحنا صغيرين كنا عايزين نعيش تجربة الحب، مش شرط إن اللي تكوني مختارة ده أنت بتحبيه فعلا، أنت عايزة تعيشي المود بتاع الحب. فيعجبك حاجة اتنين تلاتة من اللي أنت بتحبيهم، فأنت تبتدي تحطي على الشخص ده حاجات مش فيه. يعني تبتدي تعيشي ان هو بيعمل كذا، وان هو لما مثلا عدلك دي انه كان قصده، وممكن هو مبقاش قصده اي حاجه من لما كبرنا بقى فهمنا النضج بقى والفهم. طيب انت اتجوزتي اكبر منك، مع الجواز اكبر منه، ولو جالك حد اصغر منه بسنين كتير، بسنين لازم يبقى في ليميت، اللي هو كام يعني؟ يعني انا اتجوزت حد اكبر مني بفرق كبير، ب 34 سنه، ده فرق كبير قوي. يعني هو استاذ حسين كان اكبر منك ب 34 سنه؟ مظبوط. انا شايفه ان ده فرق كبير قوي. هو في المرحله دي روحه كانت زي احسن من اي شاب عنده 25 30 سنه، هو روحه شابه جدا، فانا ما حسيتش ده، ما فكرتش فيه. بس ده انا ما بنصحش بيه، ما انصحش ان يبقى في فرق كبير قوي، ان في حاجات تانية كتير بتبقى هتبقي مفتقداها. لا، انا لو جوزت حد اصغر مني قوي في حاجات كتير مش هقدر اعملها معاه، مش هقدر اخلف مثلا، هو ممكن يكون عايز يخلف. جسديا في حاجات اكيد هو هيبقى
عنده طاقة وباور فيها مش هيبقى نفس الطاقة والباور اللي عندي، إقباله على حاجات معينة في الحياة بـ 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 بتفكير تلاتيناتي غير هيبقى هدوئي أنا بالأربعينات دي مثلا. طب إحنا لسه هنتكلم على أكبر من وأصغر من، بس عندنا فاصل، نطلع فاصل ونرجع نكمل الحوار. تمام. وبنجد تحية مرة تانية لكل مشاهدين، وفي ضيافتنا لقاء سويدان كنا بنتكلم على الجواز أكبر من وأصغر من بينك وبين الفنان الكبير حسين فهمي. كان 34 سنة؟ 34. ودي انت بتقولي ان انا لا انصح بان حد يبقى الفرق الكبير ده. لا الفرق كبير، وانت حتى سالتيني انه لو هتجوز حد اصغر لازم برضو يبقى ليها ليميت، يعني اللي هو كام سنه؟ اكيد مش 34 سنه يعني. يعني 5 6 7 افرضي 10 10. ما بصي انا عايز اقول لك، ما هو انت لو حبيتي مش هتبصي مش هتعدي. البني ادم لما بيحب ما بيعدش. بس الراجل ما بيعدش، لما تكون هي اصغر ما بيعدش وهو كبير بيبقى مبسوط، لكن لو هي اكبر، لو هي اللي اكبر هو مش هيعد. لا دلوقتي لا انا عايزه اقول لك لا ما بيعدوش. لا بالعكس، في شباب كتير جدا اصلا دلوقتي بقوا يحبوا يتجوزوا ست اكبر، لانه بيشوفوا انها اكتر عقل وهتريحه، مش هتبقى زي الصغيره رايح فين وجايب دين وبتعمل ايه، يعني ما بيعاش بيحس ان هو لا هي دي الدماغ اللي عايز يتجوزها، خصوصا لو كنتي محافظه على نفسك، محافظه على شكلك وعلى صحتك وعلى الشيب بتاعك. لا انا عايزه اقول لك لا، ده في فرق، ده يعني تقدم لي حد صغير قوي اقول له انت مرتول يا طنط. لكن لو حبيتي حد اصغر منك عادي هتتجوزي؟ لا ممكن اتجوزه بس لليميت، يعني لو حبيت ما، بس لازم يبقى في فرق معين برضو، ما يبقاش. احنا قلنا ان اقصاها 10 سنين بالنسبه لي انا. وكتير برضو بالنسبه لي، حاسه ان ممكن تبقى كتير 10 برضو بالنسبه لي، بس ممكن للناس الاخرين تنفع. بصي ربنا محلل اصغر واكبر، لكن انا بتكلم على الظروف المناسبه ليه. طيب قصه الحب بينك وبين استاذ حسين بدات في اهلا يا بكوات، ورغم ان والدتك ما كانتش موافقه. هو احنا ليه بنقلب في الماضي؟ علشان ما هو الماضي جزء مننا، ما الماضي ده كان كله جراح. هنتنصل من الماضي ازاي؟ اتفضلي. مشهد النهايه بينكم في المحكمه، مين اللي خلى مشهد النهايه، او مين اللي قرر، او ايه اللي فرض ان مشهد النهايه يبقى في المحكمه بعد 5 سنين؟ هو مشهد النهايه كان قبل المحكمه، المحكمه دي بعد النهايه، بعد النهايه بتسع شهور. كان في حاجات لازم تخلص بشكل ودي، وانا زي ما قلت لك انا طول عمري ما ببدا مشكله مع حد، لا يمكن ابدا مشكله مع حد، اتحدى اي حد يقول ان انا بدات مشكله مع اي حد في الدنيا. حصل مشكله ما وفضلت ساكته 9 شهور بحاول ان انا احلها، اصحابنا بيحاولوا يحلوها، مفيش اي حلول، فاضطريت ان انا الجا للقضاء. طب وانا متضايقه، يعني لجات وانا متضايقه، ورغم ان انا لجات للقضاء انا ما يعني ما قلتش، ما عملتش اي حاجه فيها سخافة على أستاذ حسين نفسه، يعني أنا عندي مشكلة 1 2 3 وانس إنها اتحلت خلاص، خلص الموضوع. لكن ما حبيتيش تتنزل عن حقوقك؟ لا. طيب ده حقك طبعا، لكن واضح إن هو فكرة النهاية إنها جت منه، يعني إنه حصل شيء ما فهو اللي قرر ينهي العلاقة. هي جت منه، ما هو انا ما اعرفش ايه اللي حصل اصلا، بس هي طبعا جت منه. لكن ما كانش في مقدمات، يعني انت اتفاجئتي قمتي صحيتي لقيتي بيقول لك احنا خلاص؟ لا انا ما احنا يعني في حاجات كانت مضايقاني بشكل اكتر وكنا بنتناقش فيها، وبعدين حصل موقف ما، مشكله ما، يعني بعدها على طول حصل ده. بس انا يعني مشكله ما هياش بالحجم، انها يعني انا اتخضيت، انا اتصدمت، لانه المشكله مش بحجم علاقه بينا، وانا ما اعتقدش ان انا كان باين جدا ان انتوا ثنائي متفاهم، وما كانش يعني لا كان في قصه حب انا مش بطلع اقولها، لا هو كمان كان بيطلع في كل البرامج وفي كل حته كان بيقول،
وانا بقول وبنطلع في كل يعني الناس حتى طول الوقت كانوا دايما يعني بيقولوا ان احنا طول الوقت في كل مناسبه وكل مهرجان وكل فرح على طول ماسكين ايدين بعض على طول باين ان احنا متفاهمين. بس هي نصيب زي ما قلت لك. يعني كان في البيت نفس التفاهم؟ اه طبعا كان في يعني اولموست 80% في اه طبعا. واحنا مش هنمثل ليه قدام الناس؟ شايفه ان انتوا ممكن تكونوا اتحسدتوا باعتبار ان انتوا مؤمنه بالحسد؟ والله ممكن ممكن لان اللي حصل ما كانش يعني مش حاجه كبيره. حتى هو عمره ما طلع اتكلم وانا مش يعني ما بنتكلمش. بس قصدي انه اه في اوقات كتير. وعلى فكره هو كان دايما ينصحني. انا كمان كنت بتهز بسرعه من اي حد مثلا يكتب حاجه وحشه فانا اتهز جامد واتخض. وهو كان دايما يقول لي شيل الناس من دماغك، ما تحطيش ده في دماغك، الناس هتتكلم هتتكلم. يعني هو دايما كان ينصحني ان انا ما ركزش في قوي. لكن انت فاهمه ليه بس مش مستوعبه ان ليه دي تكتب كلمه نهايه. بس انا دايما عندي قناعه ان هي في اقدار كده، هي في حاجات مكتوبه من قبل ما نتولد، هي مكتوبه يوم كذا الساعه كذا. انا بقى فهمت ما فهمتش، استوعبت ما استوعبتش، خلاص هي حصلت. طب تجاوزتي ازمه الطلاق دي بعد قد ايه؟ لا بعدها بشويه. يعني هو في فرق ان انت تبقي متالمه وان انت تتجاوزي. انا اعتقد ان انا شخصيه قويه وتجاوزت. انا بتجاوز بس. انا اتعرضت لظروف كتيره قوي في حياتي على جميع المستويات، الحمد لله رب العالمين بتجاوز. يعني ممكن اخد وقت بس ما حدش يعرف المي. يعني انا بعرف احتفظ بما اللي جوايا جوايا، فما حسبتهاش لانه حصل يعني حدث بعدها. لا انت تجاوزتي بس انت متالمه. اكيد. يعني التجاوز ده مش معناه ان انت مش متالمه. طبعا يعني اكيد طبعا متالمه. فضلت متالمه قد ايه ولا الستيل متالمه؟ ما لحقتش احسب لانه بعد الطلاق بكذا شهر كان في احداث كتير في البلد ساعتها، ومنها حصل الوفاه بتاعت اخويا الله يرحمه. فدي يعني بقى اخذت ما قبل وما بعد. يعني دي كانت دي بتهيألي اكبر صدمه في حياتي. فدي جت قلبت موازين. يعني وفاه اخوكي يعني نسيتك صدمه الطلاق؟ طبعا. لانها كانت أي حاجة. اكبر كتير، اكبر من اي حاجه بتهيألي ممكن. لان اخويا ده كان مش اخويا بس، انا كنت حاسه ان هو ابني. يعني وانا طفله كان انا بيني وبينهم حوالي 6 سنين ونص. انا كنت بلعب بيهم مش بلعب بالعرايس، هم كانوا توأم. يعني كنت بقعد البسهم واحميهم، وبدل ما العب بالعرايس بتاعتي بقوا هم. فانا كنت تقريبا حاسه ان انا امهم مش بس اختهم. فبالنسبه لي انا فقدت اخ وابن وصاحب. طب هنا استاذ حسين الموقف ده ما خلاهوش ان هو يقرب بينكم؟ الموقف ده يبقى واقف جنبك في صدمه كبيره؟ لا انا اعتقد لا لا. بس هو جه العزاء، ويعني ناس كتير ما فهمتش. بس هي عشان هو راجل محترم يعني، طبعا دي حاجة ودي حاجة. هو كان يعرفه كويس قوي وكان بيحبه. جه حضر العزاء وقعد فترة يعني طويلة في العزاء، بس أنا ما شفتوش يعني. وبعدها هو بكام شهر اتجوز أستاذ حسين. اتجوز يعني معنى كده إن كان في واحدة تانية قبل ال... لا لا ما تعرفيش ولا وقتي انا؟ لا ما كانش فيه. لا هو مش خاين، هو مش شخص خاين. وقت ما حصل موضوعي انا لا ما اعتقدش. احنا ما كناش بنسيب بعض اصلا، فلا ما اعتقدش انها خيانه. لا يعني قصدي وقت ما انا متجوزاه لا ما كانش في حد تاني. بس حضور العزاء ده ما عرفش المسافات بينكم ولا في ولاد حلال اتدخلوا؟ هو ما كانش. هو انا اصلا ما فهمتش ان انا لسه يعني ايه اللي بيحصل في الحياه غير بعدها بشهرين ثلاثه. يعني انا جت عليا فتره انا مش عارفه اذا كان ده احنا بنحلم، انا وامي واخويا وبنتي، هو احنا اللي حصل ده بجد ولا احنا بنحلم ولا احنا ايه. انا كل اللي فاكرين ان قعدت تقريبا شهرين بنام وبصحى بس. عدى قد ايه انا مش فاكره. كان في ناس كتير جدا بتكلمني انا بعد ما فقت ابتديت استوعب مش فاكره ان هم كلموني اصلا. وفي ناس يعني افتكرت ان هم كلموني. الشهرين دول كانك كنت اهل الكهف اللي هو لا مستوعبه ولا فاهمه خارج الحياه بالظبط. بعدها ابتديت استوعب بس الالم ما بيروح يعني ولا هيروح، ولا احساس الالم والفقد ما أيوة بيروحش. بس السهل ان انت تكوني بتحب حد وتطلبي بحقك في المحكمه. اذا كان سهل. ما هو لما الحد ده ما يراعيش الحب
وما يعني هي الحكاية متبادلة. وأنا قعدت 6 شهور يعني أنا كلقاء أنت عارفة أن أنا إنسانة مش مادية خالص، بس بس حسيت أن ده حقك، كان نوع من إثبات الحق ولا كان نوع من يعني عملتها انتقام ولا إثبات حق ولا إيه؟ مش انتقام ومش مش حب للفلوس، بس إثبات أن أنا يعني أنا اصل الموضوع كده يعني انت بتسالي اسئله هتوديني في حتت. لا انا كنت بحاول اثبت ان انا لو عايزه اخد حقي هاخده، وان انا اتنازلت قبل الجواز عن حقي بارادتي عشان انا كنت بحبه. يعني دي رسائل بالظبط كده، انا اول مره اقول الكلام ده. ورساله على فكره بقى يعني كانت 50% مش ليه هو. لمين؟ لحد. مين الحد؟ مش هقول. يعني حد يمثل لك ايه؟ ما يمثليش انا، بس انا حبيت اثبت انه انا لو في حاجات كده حقوق ملهاش علاقه انك تبقى البني ادمه دي ماديه ولا مش ماديه، في حاجات طبيعيه حقيقيه ربنا يعني قسمها وشرعها، ومفيش حاجه ربنا عملها هباء او ملهاش معنى او ملهاش هدف. ربنا عامل كل حاجه ليها، لما ربنا قال في مهر ربنا عارف هو بيقول كده ليه، في مؤخر وفي المهر من شروط الزواج. فلما انا تنازل عن كل ده بحب شديد جدا وبان مش فارق معايا حاجه غير ان انا كنت بحبه وحاجات تانية بقى تحصل، فانا كنت بثبت بس ان انا لما احب اخد حقي هاخده. بس دي رساله واضحه للاستاذ حسين مش لحد تاني، يعني مش 50% ليه و50% لحد تاني. لا لحد تاني. لا 50% لحد تاني. حد تاني مش هذكرها لانها اقل من ان اذكرها. واحده يعني. الوحده دي ما كانت سبب في الطلاق ولا ما كانتش سبب؟ والله بقى عند ربنا بقى، اذا كانت سبب ربنا مش هيسيبها ان شاء الله، اذا ما كانتش سبب. بس هي مش واحده حبيبه يعني، عشان بس الناس ما تفتكرش ان هو، انا قلت قبل كده ان هو ما كانش خاين وكان زوج مخلص جدا وما كانش في حد في حياته غيري وقت ما احنا كنا متجوزين. بس هي شجعته على الطلاق شكلها كده. طب على كل حال انا ممكن ابقى فهمت الموضوع بس كل الاكسات بتاعته فاهمين. ايوه. طيب المفارقه ان انت ورانيا اتجوزتوا ورا بعض وطلعنا ورا بعض. وطلعت ورا بعض فرق 9 ايام بيني وبين رانيا، انا اتجوزت بعدها بشهر وشويه واتطلقت بعدها ب9 ايام. وانتوا زملاء اصلا في المعهد. واحنا رانيا كانت سابقاني ب2 سنين في المعهد، وكنا اصحاب من ايام المعهد يعني واخر المعهد، وايام ما كانت متجوزه عاطف، بما ان طبعا يعني عاطف صديق ليا، كنا انا واصحاب، انا ورانيا اصحاب معظم الوقت. فانا دايما بقول لها احنا اقدارنا. مش غريبه بقى ان هم الاخين يطلقوا هم الاثنين ورا بعض؟ ما حاجه غريبه سبحان الله. كانوا متفقين، بس اكيد ده ما كانش اتفاق، ده صدفه. هي صدفه طبعا. طب ايه مواصفاتك دلوقتي او ايه شروطك دلوقتي بعد النضج والتجارب القاسيه دي والمؤلمه و حاطين انت اصلا في حته شطوره يا سوير، انت مالكيش حل. ايه مواصفاتك دلوقتي؟ يعني ايه، مين هو الراجل اللي تقولي ده العوض؟ لسه ما جاش. بس ايوه، ايه مواصفاته علشان لما يجي يبقى هو العوض؟ انه يبقى حنين، ان انا ابقى حد في حاجه مهمه في حياته، يعني جزء مهم في حياته، زي ما قلت لك حنين، متدين، ايه كمان، مش اناني. ان شاء الله تلاقي كل هذه المواصفات وزياده باذن الله. ان شاء الله. ايه حكايه الغنى واغنيه الاهلي بيلعب النهارده؟ ايوه. ايه حكايه انت اهلاويه لدرجات؟ انا اهلاويه قوي جدا خالص. على ان انت تعملي اغنيه للاهلي، كانت ايه بقى الاغنيه؟ الاغنيه جت صدفه. انا كنت، كان الملحن بتاع الموزع بتاع المسرحيه بتاعت سيد درويش بيعمل حاجه للاهلي، وقال لي
انا عندي اغنيه وللاهلي بغنيها، قلت له جدا يلا، ما فكرتش لحظه يعني. انا اهلاويه قوي، انا كنت بعمل حاجات غريبه جدا، كنت الله يرحمه استاذ سامي العدل كنت بعمل معاه مسرحيه، هو زملكاوي جدا طبعا، زملكاوي عتيد قوي. واليوم ده الاهلي كان في 2010، الاهلي غلب الزمالك 3-1 عادي. لا ما ده العادي، بس انا بتكلم على اليوم ده. فانا طلعت، لا احنا كزملكاويه نقول عادي، الاهلاويه ما يقولوش. لا انا اقول واقول عشان بنتجرح. اتفضلي. بتتجرحوا، ده انتوا حياتكم كلها عارفه اللي هو عيد ميلاد جرحي. احنا الحياه ماشي، احنا حابين عيد ميلاد جرحي انا. فطلعت على المسرح ومعايا علم الاهلي مخبياه منه، وبعدين فجاه قلت انا في حتت كوميدي، المسرحيه كانت كلها كوميدي، وبعدين في حته كده قلت له عارف ايه الفرق بين مش عارف النسكافيه والزمالك؟ فهو كده راح باصص لي وساكت، ايه اللي انا بقوله ده؟ فقلت له ده 3-1 وده 3 في عبد الواحد. هو قعد يجري ورايا طبعا لحد ما دخلت اوضتي وقفلت الباب، وما كانش بيهزر. لو كان طالق كنت اتضربتي ما كانش هيبقى مركز انه بيضربني. وبعدين بقى في التحيه انا بخش قبليه طبعا، فدخلت ومعايا طلعت حيه الناس، وبعدين طلعت علم الاهلي. فهو كمان دخل مصره تكملي، دخل حيا الناس بيلتفت لاني عامله له علم الاهلي كده ورا، طلع يجري ورايا تاني برضه الله يرحمه. على كل حال الاهلي هيلعب النهارده مع بيراميدز، وان شاء الله يعني كل امنيات طيبه للي يلعب كويس، اللي يلعب كويس. بس هو ده الفرق بيننا وبينكم بقى، الاهلاويه ما عندهمش مشكله لا ده ان الزمالك يقولوا نتمنى الفوز للزمالك. لا انا بس عايزه، انتوا ما تتمنوش الفوز للاهلي. لا انا عايزه اقول لك على حاجه، انا اهلاويه جدا جدا، اكتر بقى من اي حد بيفهم في الكوره. لما الاهلي يكون بيلعب خارج المسابقات المحليه، خارج الدوري والكاس المصري، انا طبعا في هنا انا زملكاويه، خارج ده انا اهلاويه متعصبه وبفهم جدا في الكوره اكتر من اي حد. انا يعني مش كل زملكاويه كده، جمهور الاهلي اهلاوي كده وخلاص، ما هوش يعني في الكوره بعافيه كتير او شويه. بس بصي بقى ايه مشكله الزملكاويه؟ ايوه انهم الايجو بتاعهم عالي قوي بجد، مش كفايه المكسب مش عالي. خلينا يبقى في ايجو عالي طبيعي يعني، لازم تتجوي اصل جمهور الاهلي كده واخدينها مش عارف ايه. لا 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 والله في اهلاويه كتير جدا، تعالي اسالهم في اي حاجه. هو كده اهلي بالهيصه كده. سيبك من الجمهور، ركزي في الانجازات. الانجازات بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله بلا حسد، كل الامنيات الطيبه للاهلي او للي يلعب كويس، الاهلي طبعا عشان خاطر اللقاء، وللي يلعب كويس عشان خاطر الضمير والروح الرياضيه طبعا. اشكرك جدا يا لقاء، بنتمنى لك كل توفيق، ويا رب يعني يديك الصحه ده اهم حاجه. يا رب تبقي في احلى صحه واحلى خير، ويديكي اعمال حلوه تحسي ان انت بتعمليها وانت مستمتعه. امين يا رب العالمين. اشكرك جدا، نشكر كل المشاهدين، سعدنا بوجودكم معانا، دايما السعاده كلها في ان انتم موجودين معانا، ودايما كل امنياتنا بالخير والصحه والستر والعافيه، ودمتم بخير، ونشوفكم على خير بكره يوم جديد الستات عالنهار.